يقول فيلس بأن الابتسامة هو التقوس الوحيد الذي تستقيم به الحياة فعلا هناك العديد من الأمور والأشياء في حياتنا اللي نمتلكها وأيضا تستحق منا أن نكون أشخاص سعداء أشخاص دائما نمتلك هذه الابتسامة الجميلة لننشر البسمة والأمل والسعادة وروح الإيجابية بيننا وبين الأشخاص المتواجدين معنا عارفة أين تكمن المشكلة؟ لما أنت تحبين شخص وتشعرين انك انتي مش قادرة تساعدينا وتشعرين بنوع من انواع العجز إنتي لو تعرفين إيش كثر الإبتسامة ممكن إنها تصنع الكثير في حياة هذا الشخص، كنت ابتسمتي 24 ساعة، الإبتسامة تصنع المستحيل، تصنع المعجزات، يمكن الأشخاص اللي نحبهم ودنا نساعدهم بس نحس بتقصير، نحس إن إحنا مش قادرين أو مش عارفين كيف نساعدهم، فالإبتسامة تصنع الكثير، وتحمل معاني كبيرة ممكن إنك أنت تغرسها في نفس الشخص اللي أنت ودك إنك أنت تساعده، فابتسموا ابتسامة حلوة. خاصة بشأن إذا عودنا أنفسنا دائما على الابتسامة الابتسامة في العديد من المواقف على العديد من الأشياء الموجودة في حياتنا عندنا العديد من الإنجازات والإسهامات في حياتنا وأيضا علاقاتنا الاجتماعية الشخصيه اللي ممكن تساعدنا على الابتسامه بشكل دائم، الابتسامه هي زرع السعاده، الامل والتفاؤل بيننا وبين الاشخاص المتواجدين حولنا بشر يمكن بعض الاشخاص حتى يشوفون الابتسامه يمكن تكون فقط في العلاقات الشخصيه والعلاقات الاجتماعيه لا، حتى ممكن بيننا وبين زملائنا في العمل، حتى الاشخاص اللي ما نعرفهم عشان نبدا يومنا بامل، نبدا بتفاؤل اكثر، نبدا بانجاز اكثر واكثر ونكون عارفين بالضبط شو الاهداف اللي ودنا نحققها. الابتسامه في وجه اخيك صدقه، يعني ما تتخيلين كثر الاجر والثواب عليها عظيم. بالاضافه ان اي حد اي حد الابتسامه ترى يمكن في معتقدات قديمه يقولش ان لا تضحكين وايد ت... احنا ما نضحك، ولكن الابتسامه هي الابتسامه الخفيفه اللي ممكن انها تعطي شخص قد يكون عنده مشكله مثلا او زعلان او متضايق او متوتر في حياته، ضغوطات الحياه علينا وعلى الجميع. بس اللي يقدر انه يبتسم في وجه الـ الـ الاخرين ابتسمه والله الابتسامه فيها سعاده وايجابيه وطاقه ما بعدها طاقه، وصدقيني الشخص المبتسم لا يخلو من المشاكل، لا يخلو من وجود اشياء ممكن انها تضايقه او تزعله، بس هو انسان متفائل في هذه الحياه، وهو انسان يحب يجبر قلوب وخواطر الناس، فالابتسامه فيها جبر وفيها سعاده حتى لو شعرتوا نفسكم انكم عاجزين عن تقديم المساعده للاشخاص اللي تحبونهم او الموجودين حولكم. اسمه الأمور طيب حتى بعض الاماكن يمكن بشان نروحها مش بس في علاقاتنا الشخصيه او الاجتماعيه حتى تواجدنا في بعض الاماكن الاشياء اللي تحبينها بعض الناس لما يقومون بزياره بعض الاماكن اللي يحبونها مثل اكسبو 2020 في دبي في وايد اشياء يمكن تعلمناها من اكسبو وايد اجنحه تدخلينها من كثر ما تنبهرين بالطاقه المستدامه بالتكنولوجيا والاشياء الجديده الثقافات والعادات والتقاليد تخليش تبتسمين على هذه الابتكارات والابداعات المتواجده في هذا المكان اكسبو 2020 هي عقول فكرت على مدار عشر سنوات لصناعة مستقبل وسرد تاريخ وقصص تاريخية لشعوب وبلدان من خلال أجنحة متنوعة ومتفرقة اليوم جناحنا اللي رح ناخذكم عليه وسرد لتاريخ البلد وحاضرة ومستقبلة عبر لوحات تفاعلية وتقنيات الواقع الافتراضي المعزز اللي يتيح للزائرين اكتشاف قصص وثقافة وتراث هذا الشعب الرواندا

The theme of our pavilion is remarkable Rwanda. If you come here, you can, for example, experience uh, meeting virtually gorillas through virtual reality, and also experiencing, you know, other best sceneries of the country and the culture. And of course, uh, through the uh, coffee shop, people come and smell and taste coffee, which is one of the best specialty coffee in the world, and they like it a lot. There's an African proverb which says that if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go with others. So, which means that it's about cooperation, it's about partnership. And you can see this connecting minds happening on the ground here. It's been an amazing opportunity, occasion to connect to the world and, you know, to showcase what Rwanda has to offer and to promote our, you know, all our, our, our investment promotion, for example. Promote our exports, to promote our culture and our hospitality through, for example, offering coffee free of charge to all people visiting our pavilion. And it's been an amazing journey to connect to the rest of the, uh, of the nations represented here through exchange, partnerships. So it's been an experience that is unforgettable. فرصة بشاير حقيقية وأيضا ذهبية للتعرف على هذه العادات وهاي الثقافات، خاصة يمكن بعض هذه البلدان احنا ما نفكر نزورها أو ما نعرف عنها الكثير، لكن لما نروح اكسبو ونتعرف فعلا في أرض الواقع على هذه العادات وهاي الثقافات أو ما يميز هذه الدول وهذه الأجنحة، نكتسب العديد من المعلومات عنها ويمكن في المستقبل نفكر نزورها. أنت عارفة الثقافة اللي سعى اكسبو 2020 أن يرسخها من خلال هذه بقعة الأرض الموجودة في إمارة دبي التي وصلت إلى العالمية، هو تاريخ، حاضر، ومستقبل باختصار اكيد ونقل ثقافات يمكن من هذه البلدان سواء كانت العربيه الخليجيه او الغربيه بشاير الى دوله الامارات وايضا الى العالم اجمع انا وياك نبدا مشوارنا اليوم مواضيعنا اليوم مختلفه وايضا مميزه راح نتع... راح نتكلم اكثر عن التعلم والتأتأه عند الاطفال طرق العلاج وما هي الاسباب وايضا راح نتحدث عن نقل ثقافات البلدان من خلال الاطعمه والاكلات المختلفه. بالاضافه لرصد اهم اخبار مواقع التواصل الاجتماعي واخبار السعادة بداية يومكم بإذن الله معنا عبر صباح الخير يا وطن مليء بالسعادة والفرح فاصل يفصلنا عنكم الدقايق خلكم قريب ونبتدي معكم من شوية. تعد التأتأة أمر شائع لدى الأطفال في بعض الأعمار المعينة هناك بعض الأطفال يمكن بشاير يعانون من هاي المشكلة لفترة زمنية قصيرة وتروح لكن بعض الأطفال ممكن تستمر معهم هذه المشكلة للمدى البعيد التلعثم أو التأتأة أنت عارفة أنها مشكلة ممكن تتم مع الناس أو مع الطفل ليس البلوغ ولها تأثيرات كثير كبيرة على الصحة النفسية على ثقة الطفل بنفسه رح نتوقف عن تبعيات هذا الموضوع أسبابه وطرق علاجه مع ضيفتنا عبر تطبيق زوم الدكتور المستشار النفسي والسلوكي أميرة عبدالله، يسعد صباحك دكتورة، صباح الخير. صباح الخير أستاذة زينب، صباح الخير أستاذة بشير، صباح الخير على السادة المستمعين. يسعد صباحك، بداية دكتورة دعينا نعرف أكثر ما هو بالتحديد التأتأة عند الأطفال، وشنو أسبابها؟ أولا التأتأة دي مشكلة في الطلاقة الكلامية بيقابلها الطفل ما بيعرفش يتكلم بيجيله حبس في النفس ما بيقدرش يكمل الكلمة ودي بيكون مش قادر يعبر عن اللي جواه وبيكون طبعا اليوم العالمي للتأتأة بيكون 22 اكتوبر من كل سنة ده علشان رفع الوعي لمشكلة التأتأة لانها بيكون محتاجين ان احنا يكون في تسليط الضوء عليها اكتر بحيث ان احنا نكون عارفين ايه هي الاسباب من اسبابها عندنا سلوكيات مثلا اسباب بيئيه واسباب وراثيه الاسباب الوراثيه ممكن يكون حد مثلا من العيله زي الاب زي الام زي الاجداد الاسباب البيئيه ممكن تكون اسباب نفسيه بسبب ممكن طلاق الوالدين او وفاه احد الوالدين التعرض للتنمر او التعرض لطريقه الكلام بتاعه الطفل لان احنا احيانا لما بيكون الطفل بيتكلم الام بتكون مركزه جدا مع كلام الطفل فممكن يكون طريقه كلامها او طريقه توجيهها للطفل في مشكله انت ما تتكلمش بالشكل ده انت اظبط كلامك وانت بتتكلم او ممكن اتريق عليه او ممكن ان انا احسسه ان هو بيقول اي كلام فالطفل بيبدا ان هو يحبس الكلام جواه ما بيعرفش يتكلم ما يعرفش يعبر على اللي جواه فبيتعرض للتأتأة عندنا مظاهر كتير للتأتأة زي مثلا التكرار زي الإطالات زي التأ... إن هو بيضيف حرف أو بيحذف حرف فده بيكون مواقف كتيرة جدا بنبدأ بي... نستدل عليها كاختصاصيين إن الطفل عنده تأتأة نعم صح يعني استاذة أميرة نتكلم أكثر عن هاي العلامات أو المؤشرات كأم أو كأب كيف أعرف إن طفلي أو طفلتي تعاني من التأتأة؟ أولاً السن التأتأة ممكن يبدأ من سن سنتين لخمس سنوات وكل ما كنت انا اقدر ان انا اكتشف المظاهر دي بدري كل ما قدرت ان انا اعالجها بدري. ايه هي المظاهر دي؟ اول حاجه ممكن يكون الطفل بياخد نفسه بسرعه جدا ممكن وهو بيتكلم بيطلع لسانه علشان يقدر ان هو يدخل كميه هواء يقدر يتكلم بيها، ممكن فجاه تلاقيه بدا يعرق بدا ان هو يرمش بالعين، بدا ان هو يحرك الايدين والرجلين بسرعه، بدا يبقى فيه تشنجات آه كمان ممكن الطفل يسكت خالص يعني هو عايز يقولك مثلا ماما أنا عايز أفتح العلبة دي لك ماما أف أف, أف 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 فجأة سكت مش عارف يتكلم أو هو بيتكلم بيتكلم بسرعة جدا فده أنا ببدأ إن أنا ألاحظ الحتة دي عنده آه كمان آه ممكن يمتنع عن الكلام يصاب بالخجل إن هو خجلان إن هو يتكلم أو خايف إن هو يتعرض لمواقف ضغطة نعم أستاذة أميرة كونج مستشار نفسي وسلوكي دعيني أتوقف معك عن الأسباب اللي ذكرتيها واللي ذكرتي إنها هي أسباب جنتك وأيضا أسباب بيئية لن أتحدث بالأسباب البيئية بوجودكم بإذن الله وفضل الله تعالى سيتم التخلص منها ولكن إن كانت الأسباب جينية ووراثية هل بالإمكان التخلص منها؟ بالنسبه للجينات الوراثيه هي ممكن تكون ليها عامل كبير جدا في التأتأه وممكن ان احنا من خلال التدخل طبعا الطبي ومن خلال التدخل النفسي ونقدر ان احنا نعالجها يعني نقدر ان احنا ندخل في مراحل العلاج بالنسبه للاسباب الوراثيه. نعم صحيح، استاذه اميره هل من الممكن ان تستمر التأتأه الى مراحل متقدمه من العمر مع الطفل مثل المراهقه او سن البلوغ ولماذا؟ ممكن تستمر لان انا ممكن اكون ما اكتشفتش ده بدري لان انا كل ما كنت قدرت ان انا اكتشف التأتأة في سن مبكر كل ما كان العلاج بتاعها بدري ويكون افضل لان كل ما بتأخر ده بيدي اشارة للمخ وبيدي اشارة لعضلة اللسان وعضلات الفك ان هي ما تتكلمش بأريحية او ما تتكلمش او ما تنطقش الكلمات بطريقة صحيحة فكل ما كنت انا في كسل عندي في عضله اللسان كل ما كان العلاج بتاعها متاخر شويه بالتالي استاذه اميره رح يكون هناك في مشاكل وفي ايضا اثار جانبيه لهذا الموضوع لو تطلعين عليها اكثر ما هي المشاكل والاثار الجانبيه التي ممكن ان تتسبب فيها التاتاه عند الاطفال اول حاجه الخجل الاجتماعي عدم الرضا عن النفس زياده فقدان الثقه بالنفس آه بي بيتلاشى الكلام آه ممكن آه يعني يختار ان هو ما يتكلمش خالص بعد كده آه بيكون في احيانا لو السن صغير شويه والكلام مأثر جدا على الطفل آه ممكن يكون في تبول لا ارادي آه الانسحاب الاجتماعي من المجتمع آه العصبيه زياده عن اللزوم ان هو مش عايز يتكلم مع حد ومش عايز يتواصل مع حد بيكره المدرسه بيكره صحابه آه ممكن آه العنف آه في المدرسه كل ده ممكن يكون أثار جانبية بسبب التأتأة في حياة الطفل صحيح يعني للتخلص من هذه الأعراض وهي الأثار أستاذة أميرة كمعالجين نفسيين وأيضا سلوكيين كيف يتم علاج الأطفال في هذه المرحلة للتخلص أو للتقليل من التأتأة؟ احنا بنقسم مراحل العلاج لثلاث مراحل اول مرحله ممكن يكون العلاج تلقائي او العلاج طبيعي اللي هو بتختفي تماما الاعراض دي ودي بتكون في السن من سنتين لخمس سنوات زي ما ذكرت قبل كده ودي بيكون التعافي سهل جدا لان بيكون ما فيش اصلا تاريخ في العيله خاص بالتأتأة بدايه التأتأة كانت في عمر صغير رده الفعل بتاعه الاهل نفسها كانت سليمه وبيتعاملوا معاهم بطريقه صحيحه فده ممكن يكون الشفاء تام وتعافي تلقائي في علاج غير مباشر وده بيبدا يتدخل اخصائي النطق او معالج النطق مع الاهل من خلال تقديم النصايح والتعليمات ويقدروا ان هم يشتغلوا جلسات فرديه علشان نقدر ان احنا ننظم النفس وننظم مخارج الحروف وننظم مخارج الكلمات واحسن حاجه ان انا اخلي الطفل يتكلم 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 ما ابداش ان انا اقطع معاه في الكلام واقول لا اتكلم بالطريقه الفلانيه او اتكلم بالطريقه الفلانيه ده التدخل الغير مباشر كمان التدخل المباشر ده في حالة ان انا لو ما استفدتش بالتدخل الغير مباشر ابدأ ان انا اعمل جلسات على الطفل من خلال ان احنا بنعمل جلسات على الفكين وبنعمل جلسات للسان ممكن نشوف اذا كان اللسان مربوط ولا لأ ونبدأ ان احنا نعمل جلسات خاصة بالطفل ونبدا ندخله في جلسات نطق وجلسات نفسيه علشان نقدر ان احنا نشيل حمل او نشيل المسؤوليه الكامله ان احنا لازم تتكلم لازم تقول كلام صح لازم نعمل كذا فبنبدا نوفر له بيئه مريحه علشان يقدر يتكلم نعم. ده من خلال ثلاث انواع العلاج اميره في بدايه لقائنا معاك ركزتي على طريقه تعامل الاهل مع الاطفال واللي قد تضفي أثر سلبي مع الأشخاص أو مع الأطفال بالتحديد اللي يعانون من التأتأة ولكن إن أردنا أن نتحدث عن دور الأهل في علاج الأطفال من التأتأة هو دور كبير وأتوقع أن بمساعدة المعالج ودور الأهل الأساسي رح يتخلص الطفل من هذا الموضوع لو تحدثنا أكثر عن أهمية وجود الأهل بجانب المستشار النفسي والسلوكي للمساعدة لهذا الطفل لأتخلص من التأتأة، شنو راح يكون دور الاهل بالتحديد؟ السؤال ده جميل جدا استاذة بشاير. دور الاهل مهم جدا في حياة الطفل لان الطفل بيتأثر بنسبة 100% في البيئة اللي بيكون عايش فيها. أول حاجة التحلي بالصبر قدر الامكان، أحاول أوفر له بيئة مريحة جوه البيت. كمان ان انا اتجنب ان انا اخليه يتكلم بدقه او بشكل صحيح في كل الاوقات ممكن اخليه يتكلم براحته ولو مش متطلب ان هو يتكلم بطريقه صحيحه فبسيبه براحته دايما اتجنب الانتقاد دايما اتجنب ان هو ما يكونش فيه مقارنات اخليه يتكلم ببطء اخليه ياخد نفس وهو بيتكلم ياخد وقته دايما اللي يبقى فيه اتصال بالعين الاي كونتاكت دايما وهو بيجي يتكلم اكون مبتسمه امسك ايده ابص في عينه اقول له اتفضل اتكلم انا سامعاك كويس خد وقتك خالص مفيش اي مشكله مفيش مشكله ان انا ممكن اكمل له الجمله اللي هو عايزها او اكمل له الكلمه اللي هو عايزها اخليه يتجنب ان هو ما يتكلمش بصوت عالي او ما يقراش بصوت عالي لان ده بيزود التأتأة وبيضغط على الاحبال الصوتيه كمان اخليه وهو بيتكلم لو حاسه ان التأتأة موضوع يعني صعب جدا او ابني مش قادر يتكلم قدام الاخرين فاخليه يحاول ان انا يتكلم ببطء شديد جدا مع الناس علشان ما نحاولش ان هو يكون متوتر او عصبي او يعني في ستريس او في ضغط واحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اخلي يبقى في تعاون ما بيني وما بين المعالج المعالج النطق علشان يكون في تدريبات منزليه في المنزل احنا بنحاول ان احنا نديها للاهل زي تدريبات النفس زي تدريبات الفكين زي تدريبات اللسان كل ده بنحاول ان احنا ن... يعني نديه للاهالي بحيث ان احنا يكون في ارشادات خاصه بعلاج التأتأة وكمان كل ما كنت انا ركزت اكتر على وعي الطفل بالمشكله يعني كل ما كان الادراك بتاعه قليل كل ما كانت المشكله بتتحل بسرعه جدا كل ما كان في نقد مستمر وفي دايما على طول بصحح له الكلام الطفل هيعمل فوكس على المشكله وبالتالي مش هيعرف يحل المشكله اميره احس من كلامك انه باختصار هو كسر حاجز الخوف بين الاهل والابناء بالظبط تمام وزياده الثقه بالنفس ما بين الاهل والابناء اكيد صحيح طيب بجانب هذه الامور يمكن استاذه اميره او العوامل اللي تاثر على الطفل ذكرتي التنمر يعني الاطفال يتعرضون للتنمر سواء في المنزل او خارج محيط الاسره كيف ممكن نعود ابنائنا ونخليهم يحمون انفسهم من تعرضهم يعني للتنمر خاصه الطفل اللي يعاني من التأتأة؟ اول حاجه المفروض ان انا لما يجي يتكلم معايا ابني ويقول لي انا تعرضت للتنمر او تعرضت لمشكله مثلا في المدرسه او في او في الصف او او في العالم الخارجي في وسط صحابه لازم هو ابني يجي يحكي لي مش ياخد التنمر ويسكت لازم اعود ولادي ان هم يجوا يحكوا على اي مشكله وبعدين بعد كده اخليه هو يتصرف من نفسه يعني يبدا يروح مثلا للاخصائي النفسي اللي موجود في المدرسه او اللي موجود في الصف او يشتكي للمدرسه بتاعته يقول فلان بيتكلم معايا بطريقه مش كويسه او بيحاول ان هو يضايقني فتبدا المدرسه تاخد رد فعل او تبدا الاخصائيه النفسيه تاخد رد فعل. دي دي اول حاجه، ثاني حاجه دايما ازود له الثقه بالنفس، يعني هو لو جالي وقال لي بيتنمروا عليا عشان انا عندي تأتأة وكده لا انت مختلف، هما انت هما شايفينك مختلف فعلشان كده انت هم حابين ان هم يتكلموا زيك لكن انت تتكلم بالراحه اتكلم بهدوء مفيش اي مشكله خالص لان انت دايما انت طفل مميز وطفل مختلف وطفل جميل جدا وانت ربنا بيحبك علشان خلاك دايما متميز دايما بنحاول ان احنا ما نزودش حته ان انت اه معلش يا حبيبي حقك عليا طب يا ربي اعمل ايه انا مش عارفه اعمل ايه لا احاول على قد ما اقدر اتعامل بناحيه صحيه او نفسيه اكتر يعني نبتعد عن التعاطف مع الولد المصاب بالتأتأة بالضبط. أميرة هذا اللي تقصدينه ولكن اميره اذا اردت ان اتحدث يعني احنا قاعدين نتكلم ابني يجي يكلمني انا كأم ابني يجي يقول لي انا كأم انا كأم كيف افكر انا كأم كيف اتصرف ولكن موضوع الثقه بالنفس عند الطفل المصاب بالتأتأة لا يقع فقط على عاتق ام ولكن هي يقع على عاتق ام واب، بالتالي تعزز الثقه عند الطفل المصاب بالتأتأة. ما هي الممارسات التي بإمكان الاب والام ان يقومون فيها لدعم هذا الطفل واعاده ثقته بنفسه وانه ما يكون شخصية مهزوزة؟ دون يعني انت عارفه لا اراديا مشاعر التعاطف كاهل تاخذنا يعني على منطلق ومنحنى اخر دون ما نشعر الطفل انه احنا متعاطفين معه او يعني بالعاميه قلبي مكسور عليه تمام أول حاجة لازم أكون متأكدة مليون في المية أنا كأم أو كأب إن مش كل مش أنا بس اللي عندي مشكلة أو مش أنا بس اللي عندي طفل بيتأتأ أو مش أنا بس اللي عندي طفل مثلا عدواني مثلا كل الـ 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 الآباء والأمهات عندهم مشاكل مع ولادهم فإحنا عندنا مشاكل نقدر نحلها أول حاجة لازم أكون أنا عندي وعي كبير جدا في أساليب التربية الحديثة انا كام وكاب لازم يكون عندي وعي لازم احضر دورات لازم احضر آآ 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 ورش تدريبيه في تربيه الابناء دي اول حاجه تاني حاجه لازم يكون في علاقه حب وموده واحترام ما بيني وما بين الـ الـ الاولاد لازم احترم كلمة آه الأم والأب الاثنين يكون كلمتهم واحدة علشان ما يكونش فيه تشتت في التربية آه أحاول على قد ما أقدر أتعامل مع المشاكل السلوكية أو المشاكل النفسية مع الأولاد بالعقل مش القلب بوظف عقلي الأول في أن أنا إزاي أقدم حلول للمشكلة أخد كل مشكلة وليها حل الجا للتدخل المبكر من قبل الاخصائيين ابدا اقعد اتكلم معاهم اخذ تدريبات ازاي اتعامل مع المشاكل السلوكيه بتاعه الاولاد بحيث ان انا يكون عندي وعي لزياده الثقه بالنفس بيني وبين اولادي دايما على طول بيكون في اتصال ما بيني وما بينهم بالحوار دايما على طول بفهم المشاكل السلوكيه والنفسيه بتاعتهم في متابعه مستمره ما بين الاولاد والاب والام. صحيح يعني استاذه اميره احنا تكلمنا عن دور المستشار النفسي والسلوكي وايضا دور الاباء في حل هاي المشكله، لكن ما هو دور المعلمين والتربويين ايضا في المدرسه عشان يقللون من هذه المشكله عند بعض الاطفال؟ اول حاجه المفروض ان انا مثلا لو انا مدرسه واقفه في الصف وشفت ولد بيتأتأ او بيقول كلمه غلط ما اضحكش على الكلام بتاعه او ما اقولوش لا اللي انت بتقوله ده غلط واحاول ان انا الفت الانتباه ليه, ليه هو دي أول حاجة، تاني حاجة لو أنا شفت مثلاً عنده تأتأة أو عنده مشكلة في نطق الكلمات بلجأ للأخصائي النفسي اللي في المدرسة ويبدأ الأخصائي النفسي يعمل له تقييم والتقييم بعد كده بنبدأ إن إحنا نتواصل مع الأهل والولد عنده مشكلة ونبدأ إن إحنا نشوف الأخصائي النطق في المراكز التدريبية المختلفة ومعالجين النطق. دي اهم حاجه ان انا ما اخليش الانتباه يتلفت الولد ما ابداش ان انا اركز عليه واقول له لا لا انت مستنى شويه اتكلم بالراحه انت بتكلم، انت بتتكلم بالصوت العالي ده ليه انت انا مش فاهمه منك حاجه لا دايما اعمل تعزيز ايجابي وتدعيم ايجابي للطفل لما يجي يتكلم برافو حبيبي يلا احنا هنسمع احلى صوت دلوقتي الولد الجميل الشاطر الممتاز يلا يا حبيبي اتكلم بدا يتكلم انت كملي له الجمله او مثلا بيقرا وبدات الحروف تدخل في بعضها او يستبدل الحروف تصحح الكلمه من غير ما تقولي له لا قولها تاني مره في مره في مره الولد هبدا اديله ثقه في نفسه هخليه يعرف يقرا قدام زمايله هخليه يعرف ان هو يحبني هيبقى في ثقه ما بيني وما بينه وفي علاقه حب بيني وبين المد... الطفل صحيح يعني هي استاذه اميره في النهايه يعني مسؤوليه مشتركه بين الاباء والمعلمين والتربويين وايضا الناس المختصه في علاج الاطفال من هذه المشكله استاذه اميره عبد الله مستشار نفسي سلوكي شكرا لك يعطيك العافيه. شكرا. يومك سعيد يا رب. يعطيك الف عافيه انت عارفه لما شاء الله يا حبابك انت عارفه لما الاهل يوقفون عن مشاكل عيالهم ويسعون دائما لحلها ووضع الحلول الصحيحه والسليمه بالتالي ثقة الأبناء بنفسهم رح تزيد بالتالي رح يكون عندهم القدرة والعرفة الحماس أنهم يحققون أهدافهم وأحلامهم في هذه الحياة وأن يكتشفون مواهبهم بشيء يمكن وايد أطفال يحبوا يمارسون الأشياء الرياضية يحبوا يشتركون في الأنشطة الرياضية وهذا دائما دعم موجود في دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات أنها تدعم كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بالتحديد إمارة الفجيرة التايكوندو الذي يتربى على عرش إمارة الفجيرة بطولة الفجيرة للتايكوندو التي أطلقت سوف نرى ونشاهد العديد من المقتطفات في هذه البطولة وهذه الفعاليات أقدم الجزير الشكر وعظيم الامتنان الى الرئيس الفخر الشيخ محمد بن حمد على رعايته بطولتين بطوله كاس العرب الثانيه وبطوله دوليه الثانيه ذو النجمتين. حفل الافتتاح افتتاح رائع وهو نتيجه التنظيم الرائع لبطوله الفجيره وبدعم من الشيخ محمد بن حمد الشرع. اقامه البطوله على ذات مستوى عالي في ظل الجائحه جائحه الكورونا. البطوله كانت تنظيم رائع وتنظيم جميل جدا فاستطاعت في تاريخ 3 أو 4 فبراير اقامه بطوله العرب اتحاد الامارات للتايكوندو يهتم في البطولات ومن خلال اقامه البطولات الدوليه وخلال الفتره السابقه استطاع اتحاد الامارات للتايكوندو بالحصول على افضل اتحاد على مستوى العالم في ظل الانجازات التي تحققت من خلال اقامه البطولات الدوليه ومن خلالها استطاعت البطوله ان تحصل على التصنيف ذو النجمتين مثل هذه الرياضات لها من يعشقها ولها من يهواها وبظل الدعم الكبير الموجود في إمارة الفجيرة لتقدير المواهب وإعطاء فرص دائماً لأن تنطلق هذه المواهب للعلن العلن أتوقع كل شخص فينا لازم يصير عنده موهبه فعلا بشار يمكن طرق التقديم او التسجيل في مثل هاي الفعاليات وهاي البطولات جدا سهله ودائما يمكن يوفروها بشكل الكتروني لهذا يعني الشباب اللي عندهم هذه المواهب وهاي القدرات الرياضيه يقدرون يشاركون بكل سهوله شوفي كل انسان في الحياه عنده شيء يحبه يعني في ناس تحب الرياضه في ناس تحب الطبيعه في ناس تحب المحميات في ناس تحب السفر الطبيعه هي اساس كل هذه الهوايات لان الصحه النفسيه تنطلق من بيئه طبيعيه صحيه قادره على ان تكون صحتك النفسيه فيها لذلك تنظم هيئه كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع بلديه دبي عدد من المحاضرات التوعويه الافتراضيه باللغتين العربيه والانجليزيه لرفع مستوى وعي الطلبه حول اهميه الحفاظ على الموارد الطبيعيه الثمينه وتعريفهم ايضا بالمحميات الثمانيه الطبيعيه الموجوده في اماره دبي ودورها الاساسي في تحقيق التوازن البيئي تزامنا مع يوم البيئه الوطني الذي يوافق اربعه فبراير من كل عام والذي اقيم هذا العام تحت شعار العمل من اجل المناخ وايضا بشير تم اطلاق المسابقه الالكترونيه وبعض الحملات التوعويه على المواقع الخاصه بالهيئه في مواقع التواصل الاجتماعي وهي كانت يعني نوع من الدعم والتشجيع للموظفين وايضا افراد المجتمع انهم يعيشون الحياه باسلوب مستدام واسلوب صحي يؤدي الى تعزيز الايجابيه بين افراد المجتمع في دوله الامارات وايضا تضامنا مع الجهود الوطنيه القائمه من الحكومه في ظل بيئه طبيعيه مستدامه. لذلك لما تكون البيئه طبيعيه مستدامه وسليمه يجب ان يكون هناك تكلل هذه الحياه بزواج مبارك خلينا نقول ونضح. لذلك اكدت معالي حصه بنت عيسى بوحميد وزيره تنميه المجتمع من صرف 190 مليون و890 الف درهم منح زواج استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي 2021 بارك لهم اكيد وان شاء أكيد. الله بالرفاه والبنين اكيد يعني اكيد بشاير هذا يعني ارتفاع هذه المعدلات وهذا المؤشر يدل على ارتفاع زواج المواطنين من المواطنات لان هذه المنح تمنح بشرط ان يكون الزواج من فئه المواطنين والمواطنات فقط وايضا يعني هذا بشاير يدعم ترابط الاسره الاماراتية وتعزيز أصل الترابط والتماسك بين الأسر الإماراتية والمجتمع الإماراتي. في ظل هذا الدعم الكبير والمنح الخاصة للزواج بالتحديد للمواطنين والمواطنات العرايس ما عليهم إلا أنهم يضبطون بشرتهم ويستعدون حق زواجات حلوه علشان يطلعون اجمل بنات ويتجهزون اكيد بشاري يمكن العروس لها بعض الطقوس والاشياء الخاصه بالبشره اللي لازم يكون لها عنايه خاصه فيها راح نتكلم اكثر عن موضوع العنايه بالبشره وطرق العنايه فيها مع سوزان صباحك الله بالخير سوزان صباح الخير سوزان صباح النور صباح اخبارك تمام الحمد لله كيف يعني كيف مش بس عروس كل البنات كنا بنبني بشرتنا اهم شيء <applause> يسعد صباحك سوزان وصباحكم يا رب قبل ما نحكي عن شو شو بدنا نعمل بدي اسالكم مين بيستخدم تونر ومين بيستخدم تونيك؟ ما سمعت السؤال مين بيستخدم تونر ومين بيستخدم تونيك؟ او بيستخدم تونر جربتيهم او عامله؟ سوزان تونر وتونيك وميك اب ريموفر وغسل وجه وكل شيء كل شيء في الصيدليه موجود متوفر <applause> خلينا اول شيء بدنا نقول شو الفرق بيناتهم التونر هو نحن بنستخدمه بعد ما بنغسل بشرتنا حتى بعد ما بنشيل الميك اب لنسكر المسام لنشيل البقايا اللي بتصير على البشره الدهنيه او من اي شيء نحن عم نستخدمه اما بالنسبه للتونيك فنحن بنستخدمه بالليل ليش لانه هو بيرطب البشره وبيعطيها نضاره يعني انت لما بتنظفي بعد ما بتعملي الروتين الليلي لبشرتك بتحطي <applause> التونيك كتير لما في الصبح بتحسي البشره كتير فيها نضاره كتير حلوه وهي حلوه للبشره الجافه والعاديه اما التونر فنحن بنستخدمه للبشره الدهنيه والمختلطه هذا الفرق بيناتهم آه يعني هل... الفرق بينهم بس نوع البشره لا مش, مش بس نوع البشره من... التونر لازم يكون مكتوب عليه تونر تمام التونر هو بينظف البشره من اي بقايا بتصير عليها من دهون من ميك اب من اوساخ بتصير على البشره وبندخله بالروتين الصباحي تبعنا وبنستخدمه هلا أغ... فينون حتى يستخدموا اصحاب البشره الجافه والعادية هو لكل انواع البشرة ولكن البشرة الجافة بتستخدم تونك اكثر ليش لانه بيرطب البشره وبيعطيها نضاره وبيدخل بالروتين الليلي آه. فينا يستخدموا الاثنين مع بعض بنفس الوقت ما بيأثر البشره الحساسه شوي كلنا نتكلم عن الجافه والدهنيه <applause> البشره الحساسه كتير مهم انه نحن دائما نرطبها يعني معناها بدنا نستخدم لها تونيك لانه التونيك بيرطب البشره وبيعطيها نضاره دائما مواد البشره الحساسه بتكون كتير سوفت ولازم تكون خفيفه حتى ما تاذي البشره اكتر لأنها تتهيج بسرعه وتصير تماما تتحسس على السريع اكزاكت وميت الورد لها احلى دواء حلت. طيب الحين التونيك والتونر بعدهم آه سوزان متى نقدر يعني نبدا نحط الاشياء الثانيه مثل الكريمات تحت العيون آه الكريمات حق الشفا وغيرها هلا لك اي كريم بدنا نستخدمه بعد التونر او التونيك يعني بعد ما بنغسل البشره وبننظفها وبنمسح بالتونر او التونيك بنحط الكريمات تبعنا سواء تحت العين بس انتبهوا التونر والتونيك ما بينحط تحت العين دائما كريم تحت العين بيكون كريم خاص ما بنقربهم يعني بنمسح كل الوجه مع الرقبه وبنحط الكريمات بعدها هي اهم نقطه عشان ما تتحسس البشره صح تمام. لكن ما في يعني وقت معين مثلا سوزان نقول اخلي البشره ترتاح ساعه او ساعتين وبعدين ابدا احط الكريمات لا لا لا, لا لا, لا ابدا يعني نحن بعد ما بنمسح بالتونر او التونيك بعد دقيقه بنحط الكريمات تبعنا وفينا نحط الميك اب إذا كنا طالعين الصبح إذا مستعيلين تماماً يعني ليش نضيع فلوسنا ونشتري فيكس بلاس ولا نشتري المرطب قبل الميك اب ولا ندلع نفسنا وناخذ جولد و24 قيرة جولد لأنه الميك اب يكون فريش تمام هذه وخلصت مو بس حتى الميك اب بدنا اياه فريش بدنا البشرة تضلها عم تعطي نضارة وت وتعطي العمر الحقيقي ما تعطينا أكبر من عمرنا ما نبين تعبانين ما نبين مريضين باهتة البشرة فهذا الشيء كثير أساسي لذلك بدي احكي عن نقطه كثير مهمه بما انه نحن عم نستخدم كريمات وترتيب وفي مننا بيستخدم كريمات الكولاجين مزبوط صح كريمات الكولاجين ما بتغني عن انه نحن ناخذ حبوب الكولاجين الحين صار سيروم في عندك سيروم في عندك بودر بيجي اللي ما بيقدر يشرب فينا يستخدم حبوب تاخذيهم الصبح قبل الـ قبل الفطور لانه هون في عاده مثلا في بعض الحبوب ممكن تنصح فهن هدول ما بينصحوا فينك تاخذيهم قبل الفطور او بعد الفطور ما بيأثر اهم شيء ما ينصح تمام <applause> 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 يعني تخيلي تاخذين كولاجين علشان البشره وبعدين تزيدين <applause> 20 كيلو مثلا فه... الحلو انه بهيدا الكولاجين فيه, فيه فيتامين سي وهو بيصير للبشره للشعر وللجسم بشكل عام الكولاجين ليه كتير اساسي الكريم وقت نحن عم نحطه عم نحطه بس على وجهنا مزبوط ما عم نحطه على ايدينا ما عم نحطه على بقيه جسمنا فكتير مهم انه نحن مع الكريم يعني ما بنستغني عن واحد من بيناتهم هن يكونوا الاثنين مع بعض الكريم على وجهنا والحبوب بناخذها لكل الجسم والشعر بنفس الوقت يعني حتى للاظافر يعني سوزان عشان يكون في فايده ونتيجه مش اللي تاخذ الحبوب تفكر انها لا ما تستخدم الكريم الاثنين مع بعض صح في نفس الوقت لازم الاثنين مع بعض وبالنسبه لترطيب البشره غير الكريمات ما ننسى شرب المي في ناس بتنسى بتش... المي <applause> <applause> تماما طيب سوزان ما تكلمنا عن التونر او التونك للبشره المختلطه اللي تكون تجمع بين الدهنيه والجافه. هلا دائما بفضل للبشره المختلطه او البشره الدهنيه يستخدموا التونر. ليش؟ لانه التونر بيعمل آه كيف بدي اقول بيعمل كنترول على الاويل اللي بتفرزه البشره، فما التونك فيه ترطيب، فنحن البشره الدهنيه وقت اللي بدنا نرطبها لازم باي كريم عم نستخدمه يكون اويل فري. ما لازم يكون فيه اويل لحتى ما يزيد الدهون على البشره ويصير في عندنا رؤوس سوداء اكثر اما البشره الجافه لا حاجه دائما لترطيب حتى العاديه حتى الحساسه مشان ما ننساها حتى ما تحرج لو سمحتي المفروض اصلا تركزين عليها اكثر انواع البشره يمكن اتوقع البنات يعانون في مجتمع دوله الامارات اغلب بالاخص هلا بهيدا الجو اي والحين احنا يعني نضيع بين لشتة وبين الصيف والله نضيع بشره الحساسه وايد صعبه ومش اي شيء يناسبنا. يناسب يعني مش أي تونر ولا أي كولاجين مأساة صح. فلازم دائما نختار الشيء اللي برجع بأكد أنه يكون ميديكال طبي يكون الكواليتي نحن عرفانين شو عم نستخدم سائلين الدكتورة تبعيتنا أو الأخصائية تبعتنا ونستخدمها على بشرتنا شوفي قبل شوي لما كنا نتكلم انا وزينب عن موضوع فقرتك لليوم قلت لها لازم نخلي سوزان تعطينا طرق للتخلص من الرؤوس السوداء وانت تو قلتي ان في مشكله الرؤوس السوداء صح اللي يعانون منها كثير البنات صح وايد في اشياء في عالم التجميل سواء كانت طبيعيه في البيت ولا الباتشز اللي اللي, 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 اللي بس يا اختي والله احس ما <applause> خليني أقول لك شي هلأ بالنسبة للرؤوس السوداء هي إفرازات البشرة <applause> أي شي بتستخدميه ما رح يلغي لك ياها ولكن حيخففها وحينظف البشرة هلأ نحن الشي الأساسي لأنه أنه لازم نعمل تنظيف بشرة كل شهر أو كل شهر ونص بالعيادة ولكن غير هيك بالبيت بدك تستخدمي بالاسبوع مره او مرتين سكراب مقشر خفيف على البشره تنظيف البشره كثير بيلعب دور بانه ما تتراكم هل هالاوساخ او هاي البقايا الميكب اللي بتضل على بشرتنا لتعملنا هيدي الرؤوس السوداء لانها مسامات تكون واسعه اصلا صح. سوزان يعني فلما تكون المسام واسعه بالتالي رح تكون في هناك صح. أه الحبوب السوداء <applause> اكزاكتلي لذلك كثير مهم التونر اذا بتنتبهي بعد ما بتشيلي بالريموفر ميك اب بتغسلي وجهك بالغسول جربي تمسحي وجهك بالتونر بقطنه بتشوفي لسه في بقايا يعني هيك اوساخ مجمعة على البشره حتى بالوايبس حتى تم. بالوايبس ما فكتير مهم دائما باكد عليهم انه لا نحن التونر او التونيك بشكل عام نحن عم نحكي على الاثنين كثير مهم نستخدمه بعد ما بننظف بشرتنا لانه هو حينظف البشره اكثر وحيعطيها نضاره وحيحافظ يسكر المسام طيب الاستخدام استخدام الدايم للتونر او التونيك سوزان شو يخلينا نحس بعد هاي الفتره يعني يمكن في بنات يستخدموه تقول لك عادي هو مجرد منظف خليني بس على الوايبس لكن م. الاستمرار على استخدام مثل هاي المواد شو يخلينا نحس او شو النتائج اللي ممكن تظهر على البشره اول شيء حتضل البشره نظيفه ما حيصير عندك تراكم الرؤوس سوداء او حتى بيضاء لانه البشره الدهنيه او المختلطه فيها افرازات دهون كثير فهذا كثير حيساعد بانه انه انت تضل بشرتك فيها نضاره نظيفه ما يصير عندك تراكمات للرؤوس السوداء بشكل اسرع، يعني اذا مثلا بتلاقي في منهم مثلا لازم يعملوا سكراب بالاسبوع مرتين بصير مره، عرفتي علي كيف؟ لا لتحافظي هي روتين، ما انه انه اذا انا يعني روتين عملتك... يعني بشكل يومي اكزاكتلي <applause> يومي الصبح والمساء إحنا عم نحكي بروتينا لازم يدخل بالصباح وبالمساء فهذا الشيء من اساس الروتين اللي بنعمله لبشرتنا واذا تبين تصيرين بعد زياده حلوه سوي لك العصر الروتين يعني ثلاثه ثلاثه انت عارفه يعني مواضيع السكراب والسكرابات اي بنت في البيت تقدر تسوي سكراب الخاص فيها في البيت صح احنا مش ضروري على فكره ندفع مبالغ طائله يعني فكره انه والله هذا البرودكت يطلعني حلوه لانه غالي وهذا البرودكت لانه رخيص ما... هذه الفكره الغلط هو ما خصه بالموضوع ابدا نهائيا ما خصه انه انا لازم يكون رخيص او غالي خصه انه يكون مناسب لنوع بشرتي يعني انا لازم اعرف نوع بشرتي واستخدم المواد اللي هي مناسبه وبنفس الوقت اضمن المواد اللي انا عم بستخدمها انه تكون صحيه طبيعيه طبيعيه, طبيعية. تكون مثلا آه طبيه اي شي انا عم بستخدمه يكون يكون ما يضر البشره ما بدي اكثر من ما يضر البشره سوزان وما نستخدم اي شيء يمكن نفس ما قالت بشاير حتى مم. لو السعر غالي حتى أو لو الشركه معروفه خلصة. اسال مم. قبل ما استخدم هاي الاشياء لا, لا. عارفه مختلفة. الاسعار ما لها. ما لها علاقه في الموضوع يعني والله في برودكتس اسعارها ريزنبل برايس اسعار وايد معقوله صح ونتيجتها افضل من الاشياء المفيده مضبوط إيه. هيدا وبعدين مم. عسل انت شوفي انت قولي ايه ولا لا عسل وسكر عسل وقهوه <applause> لا القهوه مع ماء الورد إيه؟ في بعد بيكربونات الصوديوم ممكن يستعملونها حتى السكر لحاله مع مية الورد كمان بجنن إيه مع العسل بعد ولكن اذا في صبايا هيك شوي كسولين ما بحبوا يعملوا بدهم اشياء جاهزه فينهم يجيبوا انه سكراب إيه؟ جاهز ما, ما في مشكله عنا ويستخدموا بس اهم شيء يستمروا بالروتين يعني انا بدي انه انت تستمري انا بدي اي طريقه تكون سهله لك سهل عليك لانك انت تستمري لتقدري تاخذي النتيجه ما بدي اعقد الامور عرفتي عليك سكر قهوه آه، جايبتيه من برا ما عندي مشكله ابدا ولكن استمراريه لنقدر ناخذ النتائج طيب هذا الروتين يعني سوزان هي خلي هل يخلينا نستغنى عن عمل التقشير او التنظيف في العيادات او اماكن خاصه لا نحن حكينا لازم نعمل تنظيف للبشره كل شهر او شهر ونص اصحاب البشره الزاف بيعملوا تقريبا كل شهرين لانه ما بيصير عندهم يعني تراكمات بالدهون او اوساخ على البشره ولكن <applause> ما بيغني ما بي... بس هو بيخلي البشره نظيفه <applause> وبيخليك انك انت ما تضطري لازم كل اسبوعين مثلا تعملي التنظيف انت بالعياده مرة في الشهر تماما وكثير مهم البخار صبايا البخار يعني كلياتنا نحن بنحبه يا خنقني يا سوده <applause> <applause> احس يمكن يمكن اللي عندهم مشكله في التنفس يكون شوي صعب على عليهم قبلهم هلا هو بينحط دقائق صغيره ما هنا وين العامل هنا؟ عند اخصائيه البشره هي اللي تعرف تقرر متى توقف ومتى تكمل صح صح هي نقطه كتير مهمه وبدي احكي على شغله في منهم صبايا بالبيت بيعملوا بخار على وجههم وبيتركوه وقت بتحطي بخار على البشرة بتتفتح المسام، فنحن وقت بنعمل تنظيف بالكلينيك تنظيف للبشرة بالعيادة، وقت بنفتح المسام في شي بنحطه لنسكر المسام لحتى ما يصير توسع بالمسام بطلع شكل البشرة مش حلو ويصير تراكم اوساخ فيها، فما تعملوا انتم لحالكم بس مجرد بخار، أي حدا بده يعمل بخار بالبيت كثير مهم يستخدم بعده تونر وبعده لازم يحط ماس ويحط اي كريم مرطب او كلجن لحتى ما تتوسع عنده المسام وبالعكس بصير بيلاقي نتيجه عكسيه بصير تتراكم الاوساخ بشكل صح. اسرع عشان كذي دائما نقول في عنايه منزليه وفي عنايه طبيه بلاقي. لا يمكننا الاستغناء عنهم على الاثنين يعني شنو اهم شيء في الحياه غير وجهك فعنايه عنايه منزليه وعنايه طبيه يعني مش انا اذا رحت عند اخصائيه التجميل خلاص والله ما سوي عنايه في البيت عادي اطوف الموضوع لا انا مع الكولاجين سوزان اللي بالابر احس ان الكولاجين بالابر يعطي نتيجه اسرع وفعاليه اكبر ويطول خصوصا البنات اللي عندهم مشكله في الالتزام في اخذ الفيتامين تاخذ يوم عشرة, عشرة لا هلا خليني اقول لك شيء قصدك انت الابر عم تاخذيها للبشره بس ايه بشره وشعر اوكي، إذا حطينا بص على البشرة ما استفاد كل الجسم، هلا هيدا حيعطينا نتيجة سريعة حلوة كثير مثل الميزوثيرابي أو السمسم أيه. كل العرايس تستفيد منها تماماً، أنا عندي مناسبة، عندي عرس، أيه. عندي قصة، دغري باخذ نتيجة عليها كتير حلوة، حول والحلو إنه أعمل مثلاً بكج معين أو مثلاً عدد جلسات معين وبصير كل فترة بعيدهم تمام ولكن انا كمان بدي ضلني عم بشتغل على جسمي على بشرتي من جوا فلازم دائما الفيتامينات ما بتغنينا يعني عندك الكولاجين عندك الفيتامين سي عندك الفيتامين اي الزنك اوميجا 3 هدول كثير مهمين مو بس للوجه نحن عم نحكي حتى للشعر الفيتامين د هيدا اهم شيء انه ما يكون ناقص عنا لانه كمان بياثر على بشرتنا وعلى شعرنا اتوقع نص البنات عندهم عندهم نقص. فيتامين دي صح آه صح يعني اهميه فيتامين دي لا تغنينا كثير يعني كثير مهم صح. للبشره للشعر للصحه حتى م. يعني ما بتحسي حالك تعبانه اللي عندهم نقص دائما بحسوا بالخمول بحسوا انه هن تعبانين ما لهم ما لهم قادرين يعملوا شيء الشعر بيصير بيوقع اسرع فلا كثير مهم نحن الفيتامين تبعنا نضلنا عم ناخذه اي مره أسنى. أسنى. بس يعني نفس ما قلتي على الروتين او شو الكريمات اللي انا استخدمها او عيادات مثلا التجميل او الخاصه بالبشره اللي اعتني فيها ببشرتي لا اركز بعد على الفيتامينات اللي في جسمي طب عشان هيك نحن دائما بنذكر من انه كل ست شهور سبع شهور اعملوا تحاليل كامله عشان نتاكد شو الناقص شو تمام حتى شو ما تاخذي شيء الموجود. انت من عندك وقرد هو ما بحاجه انت له فبصير عندك نتيجه عكسيه لا وقت تعملي تيست كل 6 شهور او 7 شهور بتصيري بتعرفي شو لازم تاخذي وبعدين من بعد ال25 26 كثير مهم انه نحن نركز على الفيتامين تبعنا لانه ببلش الكولاجين بخف عنا وبيبلش استقلاب الجسم كل خمس سنين بيتغير فلازم يعني نصير نتابع اكثر. اكيد يعني هالتغيرات تصير يعني حتى صح. خاصه مع يعني مثلا تقدم في العمر، لكن إذا نرجع شوي او هرمونيه حتى ممكن تسبب لنا هيدي الأساس يعني. فعلا. إيه. سوزان نرجع إيه. شوي نركز على العرايس، اذا مثلا ما تلحقت عمرها يعني فتره طويله، اذا قبل شهرين وخلاص م. هي مستعيله وتبى مثلا تعتني ببشرتها وعندها بعض المشاكل، شو يعني النصائح اللي تعطيها حق العروس في هذا الوقت عشان البشره تطلع يعني بحيويه ونشاط اكثر؟ تمام، احلى شيء العروس اذا ما عندها وقت كثير مثلا عندها شهر شهرين اول شيء بنبلش بتنظيف البشره بعدين بنبلش بجلسات الميزوثيرابي جلسات الاستمسل لانه هدول بيعطونا نتائج سريعه م. وفوريه وبنعمل جلسات البلازما البلازما هي حتكون مره بالشهر فاردي ما رح يكون عندها وقت تعمل اكثر من جلسه او جلستين ولكن مع الميزوثيرابي ومع الاستمسل ومع جلسات الليزر مثل مثلا كلير اند بريليانت او فركشنال ليزر كتير حيساعد لها بشرتها بالاضافه صح. للتنظيف والروتين اللي حتعمله بالبيت والليزر الاكسل في بجنة أعشقة أعشق عشق عشق وبعدين كيف عروس ما عندها وقت هي مفروض تدلل نفسها أصلاً كانت مشغولة بالزهبلة تمام فمع الروتين اللي هي رح تستخدمه اساسا او تتابع في روتينها اليومي بالبيت وبالعياده كثير حتاخذ نتائج <medo> حلوه يعني. ان شاء الله, الله. هلا <م>. حنكمل مع الصبايا مع فقرات البرنامج بعد الفاصل اختيار الاكسسوارات يحتاج الى عنايه لان يجب انكم تختارون الشيء يناسبكم بالطريقه اللي تناسبكم وايضا حسب اللبس اليوم فقره لايف ستايل لكم كيفيه اختيار الاكسسوار المناسب لللبس المناسب خلونا نتابع مساء الخير معاكم النهارده هدير هشام مصممه اكسسوارات يدويه من فقره لايف ستايل النهارده معانا لاين جديد وهو لاين المطلي باللون الفضي او بيسموه سيلفر بليتد عندنا منه اكتر من شكل هنتكلم عنهم اول شكل هنتكلم عنه من من اشكال الاطقم المتوفره وهو الاطقم الكلاسيكيه اللي تحسي نفسك من العصور القديمه او تحسي نفسك وانتي لابسه الطقم دوت اميره او برنسيس وانتي لابسه الطقم دا ما يميز الاطقم ديت إن, ان هي فيها احجار الوان الاحجار ديت في اكثر من لون من الوان الاحجار في لون الفيروزي وفي لون الاسود وفي اللون الاحمر وفي اللون الاخضر دي الالوان اللي بنتميز بيها في الاطقم بتاعتنا بتناسب جميع الاعمار تقدري تلبسيها الصبح تقدري تلبسيها بالليل زي ما انت حابه تاني نوع من الاطقم عندنا وهي الاطقم اللي معموله بالاشكال العشوائيه يعني انت شكل بديزاين او رسمه ممكن لما تبقي لابساها هو شكله شيك بس انت مش عارفه دي بتعبر عن ايه. آه الاطقم دي آه تقدري برضو تتحكمي في اطوال الاطقم آه عايزه تلبسيها قصيره، عايزه تلبسيها طويل على حسب اللي يناسبك. آه في منها برضو الرسمه نفسها بتاعه العقد بتاعنا بيبقى حجمها يا كبير يا اما لو انت مثلا رفيعه وصغيره عندنا ما يناسب الاجسام برضو يا اما لو طويله في عندنا الحجم الكبير في عندك حجم صغير ثالث نوع من انواع الاطقم المطليه فضه وهو دخلنا معاهم الجلد و... ودخلنا حاجه احلى واحلى عليهم ان احنا اخذنا الديزاينات بتاعتها من الطبيعه في بعض الأطقم منها على شكل ورد دخلنا معاهم سيم الحيوانات زي في شكل الفيل شكل الحصان برضو ده كان محبب لل... لل... للناس جدا جدا هتيجي تساليني يا هدير الطقم عباره عن ايه هقولك الطقم عباره عن ثلاث قطع او اربع قطع ثلاث قطع عباره عن خاتم مع اسوره مع مع العقد والحلق بيبقى اختياري حسب في ناس بتحب تلبس الحلق وفي ناس ما بتحبش تلبس الحلق آآ ما يميز الاطقم المطليه فضه انك انت تقدري تلبسي الخاتم مع الاسوره لوحدهم وانت نازله الصبح عادي تقولي يعني البسهم لايقين على طقم الاطقم ممكن تلبسي العقد لوحده برده على حاجه انت إيه انتي حباها مش عايزه تلبسي الست كامله على بعضها هتيجي تساليني يا هدير الاطقم اللي فاتت دي كلها كنت ينفع اروح بيها الشغل وينفع انزل بيها اروح وانا بشتري حاجات مع أولادي طب انا دلوقتي عندي حفل هدير هعمل ايه؟ اقول لك لا انا ما نسيتش خالص الموضوع دوت انا عملت لك اطقم كمان داخل معاها احجار تناسبك لاي مناسبه سهره عيد ميلاد خارجه مع جوز كتير في مناسبه دخلت معاها نوع من انواع الاحجار اللي هي زي الكريستال او الشورافيسكي والميزه فيها انا متوفر منها جميع الالوان اللي انت حباها اتمنى تكونوا استمتعتم من اللاين اللي عرضته ليكم النهارده وان شاء الله تشوفوني في حلقات جديده مع فقره لايف ستايل باي باي تنسيق الاكسسوارات يمكن بشار يحتاج منا الى وقت وايضا يحتاج الى مجهود عشان فعلا نقدر يعني نخلي هذه الاكسسوارات تكون مناسبه للمناسبات اللي احنا يعني موجوده في حياتنا بشكل يومي وايضا تكون متناسبه مع اطلالاتنا بشكل كامل اكيد مليون يمكن يتصدر دائما وسائل التواصل الاجتماعي الموضه وغيرها ولكن بالترند اللي معانا اليوم في بدايه مشوارنا اتفق العالم اجمع وتعالت الاصوات كلها تحت دعاء واحد لطفل واحد فقط فعلا بشيرو كانت هي كلمة ريان وأخرجت الإسعاف في المغرب آه العربي ريان الطفل ذو الخمس سنوات بعد بقاء خمس أيام في البئر في المنطقة المتواجد فيه هو وأسرته هو وكان ميتا طبعا ليلة يوم آه السبت وسط حشود مثل ما شفنا بشيرو يمكن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات كلها تحت اسم ريان وتم يعني اخراجه بهذا المشهد يمكن البعض كان في البدايه يظن ان ريان حي لكن بعدها يمكن بدقائق معدوده اعلن الديوان الملكي عن وفاه الطفل ريان ذو العمر الخمس سنوات وايضا يعني العاهل محمد السادس ملك المغرب تواصل مع والداء الفقيد يعني ووصل لهم تعازي وايضا يعني مواساه لهم في هذه الماساه انت عارفه من بدايه وجود الطفل في البئر كان يقاوم من اجل البقاء على قيد الحياه، يعني كانت في كاميرات ترصد حركه الطفل، كان هناك في محاولات لتقديم او ايصال الماء والاكل والاكسجين للطفل، ولكن الله يرحمه وحد العالم في وجوده في البئر ووحد العالم في الدعاء له بالرحمه. فعلا مشاهير قاوم هذا الطفل لمده خمس ايام لكن يعني للاسف بعد ما طلعوه نقدر نقول بعد قضاء الله وقدر ان الولد اه توفى لانه كان يعاني من بعض الكسور ولكن ما زال يعني هناك تقرير الطبيب الشرعي بعد ما وصل بشكل اه رسمي نقول الله يرحمه ويصبر امه يعني يعني العديد من القنوات في المغرب قامت بعمل لقاءات عديده مع ام الطفل ويعني ما كانت عارفة كيف تعبر عن هذه المأساة أو ما كانت عارفة بالأصح كيف تعبر عن شعورها أنت عارفة مش بس قنوات مغربية قنوات العالم كلها تمت وسعت لرصد هذا الخبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ضجت في فنانين فنانات أمراء حكام شيوخ كلهم تعاطفوا مع الطفل وقصة الطفل ريان لانها نفس ما قلت لك وحد العالم وحد الناس كلها وحد الناس كلها بالدعاء خلال الخمسه ايام وحد الناس انا انا ناس كانت قاعده 24 ساعه بس تتابع عمليه انقاذ الطفل حتى وحد الناس بعد ما مات وهو ملك شفيع لاهله وان شاء الله يكون شفيع لنا <applause> آه وبدعاء العالم له آه ان شاء الله يا رب ربي يرحمه ويغفر له ويصبر اهله وان شاء الله يا رب هو طير من طيور الجنه. فعلا بشاير وحد العالم يمكن على الدعاء لا متابعه الجميع يعني الكل كان يتابع الانستغرام، تويتر، فيسبوك، الكل كان يتابع البث المباشر لاخبار الطفل، ريان الله يرحمه طيب. والله يصبر اهله لهم. ونذهب معكم الان الى كوريا الجنوبيه واختراع جديد او كمامه بشاير جديدة هذه الكمامه فقط للانف تستطيعين من خلالها انك تاكلين وتشربين واطلقوا عليها اسم كوسك كو من كلمه انف بالكوريه يعني الشق الثاني من الكلمه هي كلمه ماسك باللغه الانجليزيه واطلقتها شركه اتمان ويمكن بشار شويه الطريف في هذا الموضوع او في هذا الاختراع اللي اطلقوه الخاص بالماسك في كوريا الجنوبيه تلقى العديد من يمكن الاشياء الطريفه والتعليقات الطريفه على هذا الماسك. صراحه ما ما ادري انا انا اعرف انه شكله طريف اي شكله وايد طريف بس شوفي دائما الابحاث الطبيه والعلميه تسعى دائما للحفاظ على الصحه، احنا نعرف انه يجب ان ان الواحد يغطي الفم والانف للحفاظ على الصحه والسلام ولكن تبقى الابحاث متطوره دائما دون توقف وفي المستقبل ممكن احنا نعرف اشياء جديده واكثر كلها تصب في مصلحه صحتنا فعلا بس هم بشارة اتوقع اكثر شيء كانوا مسوينه عشان الناس لما تاكل يعني اذا بتدخلين مطعم او ايه بتاكلين أسهل أنا اقول انا <applause> يعني مستحيل يكون الموضوع فقط من اجل انه يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ولكن كل يوم عن يوم آه، ان شاء الله راح نرصد اخبار جديده انا على ثقه وقناعه تامه بان التطورات الطبيه لا تقف عند حد معين اكيد وهي الاختراعات يمكن تصب في مصلحه افراد المجتمع بشاير دائما يمكن في ناس كانت تشتكي تقول لك انا ما البس الماسك او الكمامه عشان هذا الموضوع موضوع الاكل او اذا معزوم مكانه إذا رايح مطعم لكن هاي بالعكس راح تسهل عليهم هذا الامر خاصه في آه يعني المطاعم او اثناء الاكل والشرب ان شاء الله يا رب صراحه وان شاء الله يا رب نتخلص منه على خير و... وصحتنا تن دائما بخير وبسعاده وفرح ونمارس حياتنا بالشكل الطبيعي الحمد لله. الحمد لله، يمكن بشاير بعض الناس تستخدم هذا الذكاء اللي عنده في مثل هذه الاختراعات او تفيد البشريه، البعض الاخر ممكن حبه لبعض الاطعمه او حبه للشوكولا يخليهم يتوجهون مجموعة من اللصوص ويسرقون متجر للشوكولا في شمال ألمانيا هم رجل وامرأتان بشاير الرجل عمره 57 سنة والمرأتان عمرهم ما بين 44 و30 عام قاموا بسرقة الشوكولا والحين شوفي المضحك أو الطريف في الموضوع الشرطة أول شيء مسكت الريال لكن يعني المرأتين شردوا أو هربوا من مكان المتجر أو موقع الجريمة لكن بعدها ردوا مره ثانيه لان كانوا يبياخذون زياده من المتجر وتم الامساك بهم وايضا بعد ما مسكتهم الشرطه بشاير وفتشوا السياره وجدوا عندهم كميات كبيره من اغذيه الاطفال وايضا يعني كميات كبيره من الشوكولاته بما يقارب 770 باوند شوفي اتوقع يعني يعني ما ادري شوكليت عاد يعني اللي بيسرق مثلا اتوقع يسرق شيء ثمين ولكن هؤلاء يعني حسب ما اقرا دائما ان هؤلاء الناس يكون في عندهم نفس المرض يعني اي شيء قدامه عادي انه يسرق شوكليت ماي مفتاح صح. فاتوقع هو عامل مرضي اكثر عامل نفسي اكثر يلعب دور في هذا الموضوع يعني الله يهديهم ويصلح حالهم بس يعني الله يهديهم شو نقول لا وفعلا يعني بشار يعني الظريف في الموضوع نفس ما قلت لك انهم شردوا ورجعوا مره ثانيه للمكان عشان يأخذوا مزيد من الشوكلي. بعد أغلى الأنواع يعني صار. ايه أغلى الأنواع مو أنواع عادية. إنت عارفة كانوا يبونها فري إيه. <applause> بعد بعض من دوافع عشق الأكل يخليك تحاولين إنك تجربين أو تسوين أشياء مختلفة. أكيد ما تسرقين أكل ولكن يخليك تصيرين شوي أجراء. وتتعرفين يمكن على ثقافات مختلفه بشار يمكن من خلال هذه الاطعمه بعض الناس تشوفينها بس تسافر او تروح هذه البلدان عشان تتعرف على جمال او طبيعه هاي البلد او تتعرف على ثقافتهم من خلال الاكل او الطعام <applause> راح نتكلم وياكم ونتعرف اليوم وياكم على زيارتنا للعديد من الدول والاماكن والحصول على ثقافات مختلفه من خلال الاطعمه مع صانعه المحتوى لجين يوسف صباحك الله بالخير صباح الخير لجين صباح الخير يسعد صباحك شو اخبارك؟ حياك الله نو منو في انسان ما يحب الاكل؟ كلنا ما ادري سعاده الاكل نفسيه غير طاقه ايجابيه غير عادي المتن اذا الاكل لذيذ اكيد <applause> 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 يعني لو جايين في البدايه انت ما شاء الله تسافرين دول وايد، شو الاكثر الاشياء اللي تحبي تصورينها وانت مسافره لهي الدول او الاكثر الاشياء اللي تحبي تطلعين عليها؟ يسعد صباحكم اول شيء ويسعد صباح المشاهدين آه هلا الشغلات لما أنا بسافر بحب أصور كل شيء أول شيء الطبيعة الطبيعة إن كانت آه خضار غابات آه شواطئ آه رمال صحراء هاي كلها كل بلد إلها طبيعتها وجمالها فهاي كلها بحب إني أنا شاركها آه وبحب شارك مثلا الأماكن المهمة اللي لما الناس تسافر آه تعرف وين تروح تقصد الاماكن يعني اساعدها واسهل عليها هذا الموضوع ما يضلوا يبحثوا صح <applause> طيب ترصدين الاماكن الساحيه ترصدين الاماكن الحلوه والجميله بس تركزين على الاكل نعم <applause> قلت لك قبل شوي الاكل سعاده يعني يعطيك طاقه ايجابيه غير مختلفه ليش قررتي انك يعني يمكن لو نقول سيده تركز اكثر مثلا على اخر صيحات الموضه اخر صيحات اللبس بس ليش انت كسيده قررتي انك تركزين اكثر شيء على الاكل هلا مقوله الاكاونت تبعي الشهيره انه ما بتكتمل الروحه الحلوه او المشوار الحلو الا باللقمه الطيبه لما نحن بنسافر بنبحث عن اجمل الاماكن بعدين بنبحث عن اشهى المطاعم واشهى الاكلات وبنبحث عن الاكلات التقليديه للبلد فهلا كمان المهم بالناحيه الوصفات بركز عليها انه نحن نتعرف عن ثقافه البلد اللي نحن زايرينها وكمان من ناحيه ثانيه انه انا من بلد سوريا ومن حلب بالذات فحلب عندها تاريخ عريق في موضوع المطبخ والعربي والوصفات الشهيه <applause> وطبعا اللمسات العربيه كلها كل بلد إلى لمستها اه يعني انت ما تركزين بس على وجبه الطعام جاهزه، تسعين انك تبينين الوصفه للناس ايه نعم إيه اوكي نعم بشاركها بالتفصيل كمان على آه اليوتيوب جميل. جميل، طيب لجين كيف تنقلين هذه الوصفات او هاي الاكلات من خلال صفحتك على الانستغرام وايضا على اليوتيوب آه كيف بنقلها يعني بصورها بالتفصيل المراحل بس ما بشاركها كلها على الانستغرام آه ممكن يكون في ناس لا اهتمامها بمحتواي من ناحيه السفر او من ناحيه الاماكن الجميله من ناحيه ثانيه نعم فبخلي التفاصيل الوصفه آه تنزل على اليوتيوب <applause> أم اما يعني بكون هيك اكاونتي منوع بين هالشغلتين وخفيف لطيف بس عادي تطبخين صح إيه؟ يعني ممكن هدول تطبخين الوصفاتي انا اللي وتعلمتيها نعم لجين <applause> قبل ما اسالك السؤال الموجود عندي شنو اكثر وجبه مم. او في اي دوله كلتيها وما تنسينها الى الان أه كثير كثير بحبها هي الخشبوري بجورجيا حتى رحت مره ثانيه شنو, شنو اسمها خشبوري <applause> <عن> شنو عباره <applause> هي مثل فطيره هيك شكلها بتجي بقلبها اجبان وبيضه وقطعه زبده بتمسكي هي اصولها لهي الاكله انه نحن ناخد قطعه العجينه نهايتها ونخلط البيضه مع الزبده والجبنه وبعدين ناكل ناخذ شوي من العجين وناكل هيك اصوله تقليدها بجورجيا بعد تعلمين الناس اصول طريقه اكل طب شو <applause> <applause> شو تفاعل الناس معك لجين كثير بيحبوا فقرات السفر هاي كثير بيحبوها طيب جاين برايش كيف تشوفين انه هاي الاطعمه وهي الاصناف المختلفه من الاكلات شو علاقتها بثقافات الدول اللي انت زرتيها علاقتها الصراحة كثير وطيدة لأنه أول ما تروحي للبلد تحبي تطلبي الشغلات الأكلات التقليدية للبلد فمثلا جورجيا آخر بلد هلا أنا زرتها هن عندهم أكلات الخشبوري الخنكالي كله شيء هيك معجنات اي ما شاء الله <تصفيق> غريبة <تصفيق> يعني طيب فا هدول كلهم معجنات فانت بتعرفي معناتها هي البلد شاطره بكل شيء معجنات لحتى الكيك كله عن طعمته رائع، طيب لما رحت لليابان هن ما بيعرفوا مثلا بالمعجنات بيحبوا السيفود، النودلز، هدول الشغلات. <applause> طيب لا بنبتدي من اول <applause> يلا قوليلي البلدان اللي سافرتي عليها واعطيني من كل بلد طبق انت مش ناسيته، يعني وحسيتي انه بهذا الطبق انا يجب اني انا اصوره لانه ينقل عادات وتقاليد هذه الدوله. تمام يلا اليابان شنو كلتي قولي باليابان اكيد النودلز بس في شغله عن اليابان نفس النودلز مالنا ولا نودلزهم غير؟ لا نودلزهم غير, <applause> غير. وكمان <applause> السوشي عندهم بياخذ العقل آه هلا بعد غير غير اوكي شعوري غير هذا كاظم الساهر فهلا عنا شيء باليابان انه لما بدهم ياكلوا والاكل لذيذ لازم نطالع صوت انه مو انه انت هيك عم تاكلي نحن عنا بالبلدان العربيه ما في هالشيء <applause> عيب اما باليابان لا هذا هون انت الاكل معناها لذيذ فهذا من هون الشغلات نحن بنكتشف انه لكل دوله لها عاداتها وتقاليدها طيب بعدين ايطاليا البيتزا الايطاليه بيتزا بيتزا تمام اوكي سويسرا الاجبان كلها كلها شو ما وين ما نحطت لذيذه وين في كمان زين ما تتذكرين اللي إيه. شو الشو... الحين مثلا قلتي العاده الغريبه في اليابان لازم يطلعون صوت عشان يعني يبينون للشخص اللي قدامهم نعم. إيه؟ ان الاكل لذيذ او شهي. نعم. طيب شو العادات الثانيه الغريبه اللي شفتيها ببعض الشعوب او بعض الدول اللي زرتيهم م -م. ويعني هل عاده يسوونها قبل الاكل او اثناء تناولهم للاكل؟ هلا هاي اكثر شيء لفتت انتباهي باليابان لأن غريبه نحن عندنا اياها لا كمان عندي هلا اخر زياره لجورجيا كان عيد راس السنه نحن متعارف عليه واحد واحد هن عندهم لا 13 واحد ان كان جورجيا روسيا ارمينيا في كثير اماكن هي بسموها هابي اولد يير فبهذا اليوم هن عملوا احتفالات راس السنه وحضرناها ما كان هنن عندهم اياها واحد واحد هذا الشيء كان غريب وجديد طيب uh, لوجين أعطينا دول عربية زرتيها وكلتي عندهم أطباق لذيذة وجميلة ونقلتي فيها عادات وتقاليد وتراث هذه البلدان أكيد هلأ بلد الإمارات بلد العزيزة على قلبي آه عندي كمان رحت للسعودية الاطباق اللذيذه هي المندي المصبي طريقه اكلهم كمان بيحبوا انه أتوقع بثلاث اصابع وهيك لا والله بس عين يوش تقصير يعني كنت طيب غير السعوديه والامارات شنو بعد بلدان من بلدكم خلينا نحكي تونس شنو تونس شنو افضل شيء عندهم؟ تونس عندهم الطاجين الكسكسي هي اكلات كثير طيبه شنو ما سمعتك؟ الاكل طاجين اوكي وكسكسي اوكي وشو بعد؟ <applause> طيب الطاجين عباره عن شو لجين؟ <applause> الطاجين هو عباره عن اتوقع طبقه الخضروات هلا لازم استعين صراحه بعماتي خلينا نتكلم عن الصور اللي نشوفها لوجين يعني حدثينا اكثر هل هي هذه وصفاتك اللي انت تطبقينها نعم. او كيف تطبقينها وكيف تحضرينها وكيف ترتبينها اعطينا كل التفاصيل عنها هدول الوصفات بطبقهم كلهم بالبيت ممكن في شيء مكتسب من بلدان انا زايرتها بس ما هيك في لمسه عربيه لازم تدخل على الوصفه حلو اما من ناحيه التصوير والتقديم بحاول اني اقدمها هيك كلها كالوان لوحه يعني أه يعني كمان العين بتاكل قبل التم <applause> فعلا يمكن ف... المنظر يمكن ما الاكل نعم. جاي يشجع الناس إنه تاكل هذا الصنف او هذا الاكل طب جاي شو تكون تعليقات الناس وانت مثلا قاعده تحطي لهم هذه الاكلات الغريبه او العادات اللي تتعلق بالاكل في م بعض الدول شو اكثر التعليقات الغريبه اللي يمكن يتش الأشخاص يعني صراحه ما في عندي هيك تعليقات غريبه من ناحيه الوصفات بس انه حلو جربنا كان طعم لذيذ فعلا انه لا هي آه الاضافه يعني إيه لا جربوها انه هي الاضافه اللي هون حكيتي عنها لذيذه مثلا اثناء طبخ الفطر ممكن نحن عم نطبخ الفطر يصير الفطر لونه اسود بالنهايه انه لا انتبهوا اعصروا له عصره ليمون بتضل محافظه آه. على لونه طب ممكن يعني في هيك هذه الصوره اللي على ال... ليش ما يبتلنا من طبقاتها <applause> صح <تصفيق> ممكن هاي <هذه> الصوره <applause> اللي قاعدين نشوفها تشرحي لي يعني يمكن فكره استعمال الورد انا عارفه انه في ورد للاكل وغيره <applause> بس اختيار في بعض الورد ممكن تتاكل نعم. انت عارفه نعم. آه... هذه شنو بالضبط اول مره شفتها في القاموس العربي هلا هي الورده في منها فعلا يؤكل ايه؟ ولكن انا ما كان بالبيت عندي متوفر آه فريش فعندي من وردات ايكيا <تصحيح> استعنت شلت وحطيت <تصحيح> سبحان الله تشبه نفس الورده اللي تتاكل نعم. نعم. هذه شنو سويت يبين انها سويت نعم طيب عباره عن شنو هي آه... كيك الشوكولاتة عادي بس انا حطيته بقالب التارت يعني بدال ما يكون شكل الكيك العادي هيك لا حطيته بقالب التارت وحطيت فوقه صوص الشوكولا يعني غيرت بطريقة التقديم اوكي بس خطي من أي دولة لوجين هذا؟ هذا من كل الدول شوكولا <applause> عادي يعني نعم طيب أيوه. <applause> لوجين فكرة أنك تنقلين ثقافة الدول الأخرى هي مسؤولية نعم وبالتحديد الأكل لأن احنا نعلم تماما أن الأكل هو ثقافة بنقل تراث بنقل فكر بنقل عادات وتقاليد دولة في عوامل لازم تكون متوفرة بالشخص اللي يقرر ان ينقل هذه الثقافه شو تحسين ان اهم هذه العوامل يجب ان تتوفر في الشخص اللي يقرر انه ينقل هذه الثقافه من خلال الاكل تمام العوامل اول شيء انه يحاول يفرجي البلد كلها بمصداقيه و ما يكون يعني يبدي رايه مثلا هو هالموقف ما عجبه ممكن انت تزوري هذا بلد لا يعجبك او مثلا هالطبق ما عجبه لا ممكن يعجبك، فانا بحاول اظهر المكونات، اظهر الشغلات كلها عامه والشخص لما بيزور هو بقرر فما ببدي رايي انه انا مثلا لا هذا حبيت هذا ما حبيت بس انه هي مكوناتها هيك. انه يكون م... انت نعم. على طبيعته دون الذم او المدح. نعم يعني كل شيء آه واضح وحقيقي حتى البلد اللي بزوره بحب اني اظهرها جغرافيا انه هي موقعها هون قريبه من هون آه وهي مثلا ساحليه هي يعني عرفتي بحاول انه يعرف وين هي البلد وين بعدين ندخل بقى العادات تقاليدها، شوارعها آه، اماكن تطلع شو معلومات لجين نعم. ويمكن يمكن ما بشير ما تبدين رايك تخلي يعني المتابعين او المشاهدين هم اللي يبدون ارائهم نرجع شويه على الصور لجين تكلمينا عن هاي الاكله هي اوزي آه معروفة <applause> هلا حشوتها هي رز ولحمة ومكسرات وبازيلا الورق آه بظن بسموه ورق الجلاش ومنحط ايه ومنحت آه بس بتنحط بالفرن كلها شهي الصراحة هي شهي انت عارفة يمكن هي احنا احنا انت قلتي تو انها معروفة عارفينها بس انت في في لمسات انت تضعينها صح يعني حتى مم. الاكل اللي تجيبينه من الثقافات الاخرى لما تعودين تطبقينه تضيفين عليه لمسه عربيه نعم هذا شوي فيها ريسكي خليني اقول صح بالنسبه لك عادي الموضوع يطلع نفس الطعم يكون في عندك خوف لما تعدلين مثلا خلينا نقول طبق ايطالي تحطين لمستك العربيه فيه طيب تمام هذا اللي صار معي انا لما يصار... رحت <تصفيق> <تصفيق> لما رحت على ايطاليا وجربنا البيتزا الايطاليه بقولوا البيتزا الايطاليه بيتزا ايطاليه جربتيها لا مثلا البيتزا العربيه في شغلات اطيب الصراحه طيب طيب بقولوا هلا القهوه التركيه طيب لما بتروحي بتشربيها بتركيا لا بتعجبك القهوه العربيه اكثر معناتها لما, لما العرب عم بيدخلوا لمستون عم ضل في شيء له نكهه في شيء مميز وغريب ف... لكن جين انت لما تنقلين الوصفات او الطريقه تنقليها نفس الطريقه الموجوده في الدوله نفسها صح؟ تماما يعني للمتابعين تماما او اوقات بضيف أو آه اوقات بضيف ممكن تضيفي بعض الاشياء نعم وحتى اذا اضافه ما نجحت ما, بشر ما بشارك الوصفه ابدا حتى آه خلص بتضل خفيه جين هذا شو؟ هي لحمه بكرز اكله حلبيه بحته <applause> حلو اول مره اسمع اللحم بالكرز انا بعد <applause> لا هي اكله كثير طيبه <applause> مع الخبز إيه. خلاص لازم تزوروني معناتها انا توقعت صراحه مع كل هالصور في شيء قاعد احاول <applause> لا إيه. في شيء قاعد يعني. تزوروني اهلا وسهلا نتكلم عن ملفت للانتباه ان الكرز مع اللحم يعني احنا نعرف دائما ممكن يكون الخضروات اكثر تستعمل مع اللحم لكن ان احنا ندخل فواكه يمكن شويه غريبه على مسامع الناس ولكن غريبة بس كثير لذيذة حتى في عنا السفرجل كمان هي بيعتبروها من الفواكه كمان سفر نحن هي الطبخه بنعملها طيب كمان كثير لذيذه وطيبه مع الرمان ومية الرمان رمان كمان فواكه كيف تدخلين الفواكه مع اللحم مثلا او مع الدجاج او مع اكلت اكلاتك اللي انت تسوينها بالبيت يمكن شوي غريب يمكن ممكن ناكل تشاينا مثلا اكل صيني سويت أن ساور نمشي بس اللحم مع اكل العربي. او مع فواكه كيف ممكن كسيده اعرف ان هذه الفاكهه تناسب هذه الطبخه هلا هي الوصفات انا متوارثة ابا عن جد يعني هي هي الاكلات التقليديه الحلبيه يعني أي. فهي نحن اكلينا من زمان والوصفات يعني من امي وستي وكله هذا يعني ما انا جربت لحالي بس الميكس كثير لذيذ خلص خلص عندي عندي أي وصفات الام والست دائما تكون الذ من وصفاتنا احنا اجدادنا وجداتنا وامهاتنا ما نستغنى عنها بس يمكن عندهم وقت اكثر وبيعطوا بالهم اكثر والوصفات هيك إيه نحن هلا صار في هيك زمان شوي عجله فعلاً. يعني طيب لجين انت يعني كبلوجر او صانعه محتوى شو اكثر شيء تحسين فعلا استفدتي من زيارتك للدول ومن كثره السفر غير يعني التعرف على هاي الثقافات من خلال الاطعمه او الاكلات من خلال زياره الدول أيوة. هلا انا اول شيء عندي حب اتعرف على الحضارات والشعوب والتقاليد هاي وحبيت اني شاركة للناس يعني لما انا فتحت الحساب كان تقريبا بزمن الكورونا فما كان عندي هالسفر فكان عندي الاتجاه الوحيد هو المطبخ فانا من زمان كان عندي هالاتقان بالتقديم <applause> لما رجعنا هلا عالسفر رجعت اشارك الشغلات اللي ممكن <applause> تفيد العالم يعني اهم شيء اني انا افيدهم ان صعيد بالبيت مو إن صعيد لما يروحوا يلاقوا بشيء كمان يعرفوا وين يروحوا لجين نتمنى لك كل التوفيق على سلامي. فكره وجودك في ازمه كورونا بسلامي. كورونا طلعت كثير من الابداعات تسلمي شكرا لهذا الموضوع شكرا. بس وعدتينا باكله اكيد تم <applause> مو اكله أكل اكلات أكلة باكله لجين يوسف صانعه محتوى سعيدين جدا فيك واستمري نحتاج لمثل هذه الطاقات الايجابيه لايصال معلومات قيمه عن ثقافات دول اخرى يعطيك الف عافيه شكرا لكم زوج شكرا يوم مش سعيد حبيبتي نو ما يحب الاكل ابينا الله يسامحك على... <applause> <applause> خلونا نروح الفاصل يفصلنا عنكم الدقائق خلكم قريب معانا ضيفه ولا اروع خليكم معنا الاعمال اليدويه والحرف اليدويه هي مختلفه ومتنوعه لكل منهم او لكل شخص يعني داخل في هذا المجال قدراته الذهنيه وايضا العقليه والبعض بشاير يمكن توجه لبعض الاشياء اللي يمكن ما تتخيلينها او ما تي على بالك نفس ضيفتنا اليوم قررت ان تستعمل النباتات والاشجار لتصاميمها اليدويه وقررت انها تستعمل بالتحديد شجره البوناساي اللي راح تعرفنا عليها اكثر ريم محمود عواد ريم رنيم <applause> رنيم عفوا رنيم صباح الخير صباح النور يعني صباح النور عارفه الطاقه الايجابيه اللي دخلت على الاستوديو <applause> <باله> ولا اروع <applause> انا عايشتها تماما <applause> هذه ممكن نحسدك عليها رنيم بدايه توجهتي للاعمال اليدويه قررتي ولكن تميزتي باختيارك للنباتات في الصناعات اليدويه يمكن احنا متعودين على الصناعات اليدويه تطريز بس ان حد يستعمل نباتات هذه <applause> كانت شوي ملفتة للانتباه ليش؟ أول شيء صباح الخير صباح بحب وبعدم. أشكركم كثير على هاي الدعوة الحلوة أنا كثير سعيدة بوجودي معكم هلا أنا إذا بدي أحكي عن البونساي لساني يعجز عن وصفه لأنه أنا هذا الشيء كثير بحبه اكتشفت أنه أنا عندي شغف رهيب فيها بدون ما أعرف بالصدفة بعد عشر سنين من أنه أنا انتبهت أنه ببيتي كله بونساي وانا بدون ما اشعر وحتى يعني الصور اللي عندي لاولادي كلهم جنب البونساي جنب البونساي انه طلعت الفكره بوقت رهيب وقت عصيب وقت صعب يلي وقت كنا محجورين فوقت كنا محجورين القصه باختصار كان في كذا حدا من اصدقائنا بلش يصير معه كورونا وانت قاعده بالبيت وما في ما فيك تطلعي ولا تجيبي له شيء ولا تسعدي قلبه بالشي فخطرت ببالي انه نبعث ورد طيب حلو الورد طيب ليه ما نبعث بونساي كيف بدنا نبعث بونساي كيف نجيبها كيف طب اوكي من عن... صرت اخترع انا من عندي وطلعت من هون هاي الفكره وكانت جدا جدا رهيبه للمستقبل كان الشعور للي عم يستقبلها كهدية كان جدا رهيب هذا الشيء خلاني طبعا عن جد, عن جد بدعم رهيب من ال... من اهلي ومن اصدقائي و... ومن اول حدا كان داعم لي هو زوجي عن جد بتوجه له كثير شكر لانه كل مش بس وراء رجل عظيم امراه عن جد وراء كل امراه عظيمه رجل فعلا <applause> انا بتشكره كثير <applause> زوجي <applause> <applause> عن يعني يعني جد الله يعني. يسلمك طبعا هو كمان مهندس زراعي هذا الشيء اللي خلاني آه كتير كثير استفيد من خبرته طبعا ساعدتك اكثر اي هذا الشيء استفدت من خبرته بالنباتات والزراعه آه لكن انا بنفسي كرنيم ما كان عندي الميول للنباتات يعني انا مو من الناس اللي بجيب نباتات نباتات كل الاشكال وكل الالوان لا انا بحب النبات يلي له شكل يلي له موديل انا اذا حطيته على طاوله الكافي تيبل انا استمتع بفيه مش بس اخضر له جزع له شكل له شيء مش شكل روتيني شكل متجدد ومختلف أه اي وفخم يعني انا حتى وقت كنت مثلا جيبون ما يعجبوني البوتات كثير دورت وكثير حاولت اني صمم بوت كونكريت مناسب لهذا الموديرن يعني اللي هلا الموضه يتماشى معها يتماشى هلا مع الوقت هذا وفعلا يعني الحمد لله يعني بحس انه لله. انا كثير رضيانه على هذا الشيء اللي عملته وجدا حلو وجدا رائع طيب رنيم رائعة حبيبي اكيد رائعة، يعني رنيم نتكلم اكثر يمكن عن اصول هذه الشجرة والبلدة اللي يبتي منها او الدولة <applause> اللي جبتي منها <applause> هاي الشجرة قصة او اساس البونساي هو اليابان هي شجرة اصولها يابانية مثل ما بتعرفوا شجره بيخطر لك شجره لكن البونسا هي الشجره <applause> هي شجره قزمه هيك هي هي بون صحن قزم يعني فيه شجره قزمه تمام هذا هو التعريف تبعها فسبحان الله هذا الشيء كثير لفت نظري انه انا ببيتي فيني احتوي شجره فيني يكون الا شكل وفيني يكون الا موديل وفيني يكون الا مودرن موجوده بالبيت بشكل كثير عصري وحلو فهي اصولها يابانيه أه بيستخدموها باليابان كرمز هي رمز حتى شعارة بنحط لوجو بالشركات أه رمزة هو الثبات والقدرة على العمل في أصعب الأوقات والصبر وتحمل المصاعب وهذا الشيء اللي أنا استشعرته لما اخترعت البونساي بوقت كتير عصيب صح فعن جد هي بتعطيني ثقة بتعطيني قدرة على التآلف مع المصاعب اللي أنا بواجهها فهي هي بنتي هي مثل اي حيوان اليف على فكره هي مثل اي نبته يعني مش نبات بعطيه مي وبروح لا بحكي معها بحس فيها وبتحكي معي عن جد يعني انا عندي ياها اللي عندي بالبيت عشر سنين صله وبقصقصها وبظبطها بتعرفي و... يصير في نوع من انواع التواصل الروحي انا كثير انا كثير معهم آه يعني انا كنت رح اسالك عن موضوع العنايه او شنو فايدتها الشجره اصلا وكيف اهتم فيها وهل ممكن تكبر هل ممكن تموت آه ممكن تعمر عندي ولا طبعا ممكن انها طبعًا. ما تعمر عندي ممكن هلأ. تذبل ولا ما تذبل؟ طبعا هي مثل اي شجره بالغابه اول شيء العنايه فيها كثير سهله، هل بتروحي انت على الغابه بتسقيهم؟ بتعطيهم مي؟ لا. لا. لا لا هو بخ يعني هي العنايه فيها مجرد بخ بعطيها كل مثلا 10 او 15 يوم بعطيها شويه مي لتضل ال اه مش يومي الرطبة. لا لا مش يومي، اليومي بخ كل يوم بخيها واحكي معها وعدي معها اشربي قهوتك معها <applause> آه جدا عن جد جدا بتعطيكي مو مو مزح والله طيب. لانه هي يعني كيف الناس اللي بتحب البيت انيمال كيف القطه والصبح بتفيقي وبت... هي بتقرب عليكي وهيك قلت لك انا الشي. اؤمن ان في علاقه روحانيه تمام. بين وبين النباتات بعدين النباتات لما نسمع دائما خبراء الديكورات ويقول لك حطي النباتات الخضراء في البيت لانها تعطي سعاده تعطي طاقه ايجابيه تعطيك القدره على انك تقومين نشيطه الصبح صحيح هلا اول شيء انا ما بامن كثير بكلمه حظ على فكره ليه انا عندي معتقد ثاني انا بامن بشيء اسمه توفيق من الله الشيء اللي ربطته فيها بالحظ هي بتعطي حظ لكن بالمعنى انا اللي انا بفهمه انه هي مخلوق الله خلقه توحد الله فانا مجرد اني انا بشوفها الصبح انا بتذكر خلق يعني انا في عندي تفكر معاها فانا بتامل فيها آه سبحان الله يعني بتحسي انه انت هيك قلبك بينعش من اي شيء مثل اي مخلوق عندك بالبيت فبتحسي قلبك آه بي بي بينبض بالحياه فانت لما تنبضي بيجيكي التوفيق فسبحان الله هي هي المشاعر الايجابيه اللي انت مشاعر منك انت يمكن تنعكس لهذا الشيء او نفس ما قلتي رنيم هو حسب تفكيرنا انا كيف مفكره يعني بوضع هاي الشجره في البيت تماما طيب رنيم لو بنحطيها برا يعني خارج المنزل تماما او في الحديقه المنزليه طرق العنايه تختلف؟ ايه طبعا هلا اذا هلا بالنسبه للامارات بالصيف تتعب برا بالصيف يفضل ان هي تنحط جوا لكن اذا هي متاقلمه برا يعني مثلا مثل في شجرات كتير عراض يعني هدول ما بينشالوا بينحطوا جوال مع انه هن قزمات. بس الجزع تبعهم يعني هلا مثلا بخصوص هذا الحكي هي بتكبر لكن ما بتطول كيف بتكبر بيعرض الجزع تبعها هذا هو النمو لكن الطول يتم مثل تمام الطول انا لانه بدي اتحكم فيه انا كل ما بتطلع بزبطها بقصة فكيف الشكل بيطلع معي مثل ما انا بدي فهذا هو التصميم بالموضوع حلو جميل. تمام؟ آه كلمينا عن التصاميم الموجودة، يعني هي شجرة واحدة ولكن سبحان سبحان الخالق كل وحدة تختلف عن الثانية من الشكل من الطول من اللون من الورق من طريقة تقسيم الشجرة نفسها. صح تمام. هلا بتحبي ابدا بالصغيرة؟ اي نبدا بالصغيرة. هي لأني اسمها... حبيتها صراحة. <applause> شكلها <applause> حلو ايه. هي اسمها باشيرة، باشيرة بونساي على اسمي بشاير سبحان عن الله في <applause> توافق شفتي <applause> <applause> حلو كثير سبحان الله هي بشيرة من النوع اللي كثير سهلة العناية فيه شكلها كثير مميز انه هي مثل الجزيرة تحسيها كأنه جزيرة هيك بالنص وحواليها في مساحة التصميم فيها بيكون كتير بسيط وسيمبل حتى البوت تبعها بيكون كتير بسيط وسيمبل طبعا في منا احجام وفي منا الاعرض وفي منا الوراء الاكثر طبعا بهذا الشيء انا بكبر البوت كل, كل نبتة كل, يكبر كل بونساي ببوطة المناسب لحجمها يعني كل ما بيكبر حجمها بيكبر معها المساحة هم من مكان لمكان ولا؟ لا لا هاي ما بتكبر مثل ما قلت لك ايه؟ هاي ما بتكبر هاي بس جزعة هو اللي ايه؟ بيكبر لكن هاي طريقة العناية فيهم أنه أنت مثلاً اه ضلت عندك سنة سنتين كل سنتين مثلاً بس بتشيليها كيف انت بتبدلي البوت من بوت لبوت أي. بأي بأي نبته؟ مم. نفس الشيء بس بتشيليها بس بتبدل الجذور اللي هي بتمتد تحت حتى ما تصطدم بس بترتبيها بترجعي بتحطيهم هي هي طريقة العناية فيها حتى بعد سنين كثير سهلة مم. والبخ أهم شيء إنه تضل رطبة أوكي هي لأنه مثل بالغابة عايشة، بتضل هذا الفيلينج إنه أنا رطبة طول الوقت تمام كلهم البخ. نفس الطريقة؟ أي تقريباً كلهم نفس الطريقة مم. البخ بشكل يومي قلت صح؟ أي. أي. أيوه بس خاصة بالصيف يعني هلا بالشتاء مش مشكله يوم اي يوم لا لانه الجو بارد حلو بس بالصيف يومي حتى حرام يعني هي بدها تعيش عشان الحراره <تصفيق> <تصفيق> طيب رنين نتكلم عن الشجره الثانيه الثانيه الشا... اسمها اوليف جابانيز هي سبحان الله انا هي كثير بحبها لانه بسهوله بتتصمم معي يعني هلا باستخدام البونساي بيستخدموا ال... بيستخدموا ال... بيستخدموا الاسلاك المعدن م. عرفتي؟ مش المعدن لازم يكون يا المنيوم يا يعني نحاس طيب حتى يناسبوا الجزع. هي الاوليف سهل كثير انك انت تتعاملي معها، كل ما بيطلع الجزع بالسلك بنحاول نلفه ونشكله. كيف ما بين ز شجره زيت الزيتون تمام أيه بس هي جابانيز اي أيه. سبحان الله اه حلو انت اللي تشكلين السلك أيه. مثل ما تبين. تمام طيب رنين باقي بعد عندنا وحده اللي هي آه أكبر حجم. اسمها فايكس هي اشهر وحده موجوده مشهوره جدا بالبونساي فايكس اس شيب في منها الفايكس العادي يلي يعني بيكون الجزوع تبعها هيك فايته ببعضها وفوق بس الشجر فاي. وانتي كمان من اسمها اصلا يبين انها تتهاوش مع نفسها ايوه <applause> تماما تماما بس هي بتتصمم هي عمرها تقريبا 8 ل 10 سنين لحتى صارت بهذا الحجم والتخن اه كل <applause> هالمده <applause> من 8 ل 10 سنوات تمام البونساي بدها تعلم الصبر الاساس فيها انه انت تتعلمي تصبري ما في شيء اسمه هر وراء شو اعمل شو لا هي هرت وراقها لانه بدها تهر وراقها هي شجره ما عندها خريف إجا الخريف عادي بدها يهر وراقها وتضلك تهتمي فيها وتضلك تبخيها وبيرجع بيطلع مرارا وتكرارا كل حياتي انا عندي اياهم نفس الطريقه طول ما انت عم بخية ولو هر وراقها ما بتموت الا اذا اجاها كثير يعني ما عرفتي تهتمي فيها بشكل مضبوط يعني وانا في عندي خدمه بالصفحه اسمها دكتور بونساي حبيت فا اي شيء حلو. انا بصير معي يعني انا كثير بهمني الناس اللي بتاخذ من عندي يعتنون فيها ما بهمني ابدا انه هي تروح وبس يعني انا بضل بسال عنها موجوده <applause> <applause> كثير بضل بسال عنها وكثير بهتم باللي بيعطيني اي شيء صار معاهم لدرجه انه ممكن اخذها وظبطها ورجعها مثلا آه ما عندي مشكله ايه لانه انا مو هدفي انه انا بيع لا انا هدفي انه هي هي تنعرف لأنها ذات قيمه عن جد كثير عاليه انه يعرفون يمكن ناس ما قلتي قيمتها او الرموز حقها طيب رنين بعد مسويه نفس يمكن كتيبات صغيره خاصه بهي ايه الشجره طمع. انا ابتكرنا شيء اسمه باسبورت للبونساي بونساي باسبورت هذا الباسبورت فيه معلومات عن كل المعلومات كيف مثلا امتى تعطيني مي امتى تعطيني الفلترايزر اللي آه مع التعليمات تعليمات تعليمات تبعها واول صفحه في عندك هاي مثلا او هلو انا اسمي انت بدك تعطيني يوم اللي بتصلك البونساي حتحطي اسم انا اسمي شو وبتعطيني بيرث داي من اليوم اللي فاتت لعندك فيه فهذا الباسبورد حقيقي الها اي شيء بتحبي تستفسري فيه فموجود كل المعلومات المناسبه عنه حلوة حلو الأفكار الإبداعية في عرض المشاريع الخاصة لرنيم أبدعتي صراحة شكراً شكراً و... وإكسبو 2020 مبين /20 إنه مأثر فينا الحمد لله رب <applause> العالمين وهذا هو الهدف الحقيقي من وجودة وإن شاء الله لك كل التوفيق والإبداع في حياتك العملية رنيم شاركتي في كثير من المعارض نعم وتواجدك كان ملفت للانتباه آه خبرينا عن هذه المشاركات آه. وهل هناك في معارض مستقبلية تطمحين للمشاركة فيها؟ هلا طبعا المشاركات بالمعارض كثير مفيدة بسبب يعني خاصة لإلي لأنه بونساي الحقيقة ما كثير معروفة. يعني أنا من بداية المشاركة بالمعارض آه إنه شو هي؟ حقيقية؟ طبيعية؟ سألناك نفس السؤال <applause> إن أنا, أنا أنا, لما سألتيني كتير. هذا السؤال بسأله بنسأله كثير السبب إنه هي ما كثير معروفة ما بنشوفها بتصميم ملفت هي هي السبب الثاني دائما بنشوفها عادي يعني يا مزروعه يا بوت عادي تصميم مع شكلها كان عاطيها اضافات جدا ملفته فسبحان الله انا باول معرض اشتركت فيه كان في جنبي حدا فانه في ناس تمرق وما تلتفت له وانا استحال انه كتير كثير حلوه البونساي في ناس تقول شو هذا واو وكذا فاللي جنبي بيعرف فيها بالصدفه طلع فقال لي ما تزعلي ابدا اذا حدا مرق يعني من قلبه محروق <applause> ما تزعلي ابدا اذا حدا مرق وما أعطاك اهتمام هي اسمها شجره النبلاء قلت له فعلا انت بتعرف عنه قال لي قال لي هي البونسا اتس بونسا هاي عمل لي شو عم تحكي يعني ما تزعلي ابدا لانه هي كهديه جدا فخمه الى معاني جدا حلوه الى مثل ما حكيتي طاقه كثير حلوه الى وجود وديكور كثير مناسب وجميل فانا بعتبره وعلى فكره يلي بيستلم البونساي هو اللي بتجي البوزيتيف ثينكس يعني شكرا انك عرفتينا عليها صراحه لانه <applause> يعني <applause> يمكن انا من الشخصيات اللي <applause> اي نو احنا بارف. البنات حدنا ورد جوري احمر تمام <applause> انا حبيت اطلع عن هذا اللي حدنا بس انا حبيت اطلع عن المعتاد تمام فعلا على فكره وكثير فكره لاقت اقبال لانه فكره غريبه يعني مثل ما قلت لك اي وجديده وكثير الحمد لله يعني الله هيك يوفقنا وتستمر شاء الله. ونبتكر بالموضوع اكثر واكثر يا رب, طيب رنيم هل ممكن نعتبر هذه الشجره البونساي جزء من الحياه او البيئه المستدامه؟ اي طبيعي تمام لانه هي بتعتمد على اقل الموارد الطبيعيه اللي ممكن تستخدميها يعني حتى الفلترايزر تبعها اورجانيك ما بده كثير اصلا هي ما بدها كثير مغذي او فلترايزر فهي بتعيش عندك فتره طويله فممكن انت شجره واحده تغنيكي عن كثير اشياء اشجار او نباتات ببيتك لانه هي تعتبر من المعمرين فانت ما حتضلي تجيبي لها اشياء وتظبطي وتبدلي وماتت وعاشت بتضل فتره طويله نعم بتضل فتره طويله ف... فهي تعتبر هيك طيب هدف مشروعك هو تعريف الناس على هاي الشجره وايضا ايصال قيمه خلينا نقول نعم. تحمل النبل والصبر والرقي والأخلاق والقوة والمثابرة والقدرة على العمل بالإضافة للطاقة الإيجابية والسعادة أوه. اللي تضفينها على الشخص المستلم لما ياخذ منك بنتك طيب هل وصلتي لهذه الرساله هل حققتي الاهداف اللي انتي ودّيت تحققينها هل اقبال الناس عليها صار بالشكل اللي مرضيكي كونك انت الام الحقيقيه لهم هلا الحقيقه لسه اهدافي لسه بالبدايات لسه ما وصلت لك الاهدافي طبعا لسه ما وصلت لاكثر قدر ممكن طبعا ان شاء الله بالمستقبل هو المستقبل اللي الواحد لما بيكون مخطط ان شاء الله بيتحقق اللي بباله المستقبل بيكون كثير حلو لما انت تضلي مثابره على عملك، تضلي عم تبتكري، تضلي عم تطوري، يعني هلا انا طموحي بالبونساي كثير كبير، يعني بتخيل انه هي لازم تكون موجوده بكل المطاعم، بكل الكافيهات، بكل الفنادق، بكل يعني عنصر جمالي لازم يكون طاغي بكل الاماكن، بالمؤسسات، بالمكاتب، يعني بحس انه هدفي كثير اكبر انها تنتشر، م. انها تنعرف وانها ترمز، يعني هي ما تنتشر بس كديكور ترمز يعني انت وقت بتجيبي رمز وبتحطيه فانت هذا الرمز مثل لما مثل في شيء اسمه طاقه ثيوري هذا الشيء انا اؤمن فيه تماما انه ممكن تحطي لوحه ببيتك مكتوب عليها انجز وعليها اشاره صح بس انا ما هي ما بتحكي معي ولا بتفتح تمها صح؟ صح بس انا مجرد اني مرأة رايحه جايه عم شوفها انا حأنجز فأنا بآمن بالرمز اللي يهدف من وراءه قيمه مش بس انا قطعه ديكور كتير حلوه اوكي بتاع بتعجبني لا هي فيها رمز فيها ثقه فيها مثابره فيها طاقه فهذا الشيء اللي انا هدفي منه يعني مش بس يعني يقول شيء مادي او ملموس لا لا. لها معاني لا. يعني اكثر لا. من هالشيء انا هذا الشيء اللي حابه اوصله ان شاء الله تشوفه ان شاء الله طيب انا الناس اللي يعني يطلبون منك شاي الشجره وحابين يقتنوها في البيت انت تعطيهم تعليمات مثلا طبعًا. وين يحطونها مثلا حجم آه مثلا الشجره النوع طبعا طبعا تماما الاسئله كلها يعني قبل ما انسالها بجاوبها وبتجيني اسئله بعد لانه خاصه انا كثير بيجيني انه هدايا كهديه، فاللي مستلمها الباسبورت بيقرا لكن بيرجع بيتواصل معي والصراحه يعني يفهم اكثر الحمد لله يعني الحمد لله العلاقات اللي كونتها بسبب البونساي كثير كانت حلوه ولطيفه لانه حتى انا الروح تبعي المحبه تبعي للبونساي وصلت للناس فبحس اني عم بحكي عن حدا كثير مهتم فيه فانا كثير بحبه انه عن جد يعني انا حبيتها على محبتك يعني ف هذا الشيء كثير يعني كان جميل يعني بالنسبه لإلي ومع وجود الدكتور فرنساي ما رح يكون في علاقه محبه <applause> حقيقي يعني انا مستعده لاي شيء وقرب بينك وبينهم اكيد رنيم لو تكلمينا عن مخططاتك في المستقبل ذكرتي انه في كثير من الاحلام التي لم تحقق الى الان اعطينا شويه شنو من المخططات اللي هلا حاليا اللي فكر فيه انه دخلها اكثر بتصاميم البيت بالطاولات يعني حابه انه يكون مثلا هاي فكره ببالي انه يكون في طاوله ويكون مصمم الحوض بقلبها فهي موجوده بقلبها بشكل ما حبي. حبي. حتى ما نشيل ونحط حتى تكون يعني موجوده دائما أه بحب كثير انه هي تنتشر بالاعراس انه هي بدال الورد اللي بالنص لا يكون بونساي بالنص كثير شيء غريب كتير شيء حلو مثل ما حكيت لك اكثر شيء بحب التصاميم الخارجيه تبع الفنادق تكون هي موجوده تكون هي مو... على فكره كثير فنادق اذا هلا من يوم رايح بتلاحظي كثير بحطوا البونساي لانه هي شغله فخمه فعلا يمكن هذا الشيء خلينا نروح للسؤال اشتروا منك بعض المشاهير صح على السوشيال ميديا رنيم هذا الشيء يعني تحسيتي نوع من التسويق ولا حببتش اكثر انه يعني في في هاي الشجره او ان هذا المشروع راح يكون ناجح بشكل كبير الصراحه يعني كان شيء حلو وشيء مهم يعني طبعا انا ما فيني اكذب انه هذا نوع من التسويق لانه يعني من بعد ما مثلا يجيني طلب منهم او مثلا يكون في تواصل بيناتنا يجي من بعدها ممكن هلو. الطلبات انا الهم الهم تبعي انه هي تنعرف اكثر من الهم انه هي انا بيع اكبر قدر ممكن مش مشكله عندي هيك المهم عندي انه هي تنعرف وتنفهم با. صح يعني مش بس انا بدي بونساي انه عجبتني لا انا بحب الرساله من وراها اي من مبدا أنه بالضبط إنه انت كل اللي تسعين أن تصل ثقافه هذه الشجره بالمعنى الحقيقي وليس المتاجره تمام تمام فيها وان شاء الله تقدرين انك انت توصلين رسالتك انا ودي اسالك اكثر عن عن هذه الشجره شو الاشياء اللي تضيفها لنا بحياتنا شجره البونساي هلا يعني كثير معاني حلوة من بيناتها الثقة بالنفس يعني الثقة بالنفس لأنه أنت وقت بتشوفي نبتة قدامك هر وراقة ورجعت طلعت وعم تطلع قدام يعني قدام عيونك هيك وحدة وحدة وأصغر وبتكبر هذا الشيء لما بيتراقب معاكي بالحياة يومي بتحسي أنه أنت عم تاخدي درس بدون ما أنت حدا يحكي معاكي أنك أنت تستمري انك انت تتاقلمي على الشغلات البسيطه اللي حواليك وتقدري تكوني شكل حلو وثقه بنفسك عاليه لانه انا وقت برجع بطلع وبوقف وخضره هذا الشيء بيعطيني درس كثير كبير يعني انا منا عندي ثقه بنفسي كثير كبيره لانه ما في شيء مستحيل يلي يعني بتشوفيها وهي هاره وراقه بتزعلي كثير ناس بتقلي هذا الحكي بس بقول لهم البونساي اذا ما عندك صبر ما فيك تكملي احنا الورده لما تذبل نكتئب تمام تماما, تماماً. فالبونساي حالاتها انه بترجع بتطلع مش انه بتموت هي حالاتها وبمرحله طلوعة بتعلمك كثير اشياء وكثير كثير دروس من خلال بس مراقبتك لها صح <applause> يمكن هاي الرموز او هاي المعاني الجميله رنيم كيف تحسينها في الناس اللي تقتني هاي الشجره يعني مثلا في ناس قلتي يسالونك كيف يعتنون فيها متى يسقونها مي لكن شو الردود الافعال الثانيه اللي تشوفينها من الناس اللي تقطيني هذه الشجره او تشتريها هلا الصراحه انا كثير استغربت من الناس انه فعلا كثير متفاعلين معها الحمد لله ايه يعني اللي اللي عنده اياها مثلا آه انه هرت ورقه ورقتين كذا شو اعمل فيها شيء آه بدها شيء اعمل لها شيء غير لا كانه عن جد يعني بيبي <applause> <applause> يعني انه هن كثير بيزعلوا اذا صار لها شيء يعني وتعلقوا فيها يعني في حدا حدا من الناس مدام حاكتني من فتره وورجتني عندها ستاند كامل فيه كثير نباتات قالت لي هي 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 بالذات البونساي انا كثير بحبها فما بدي يصير لها شيء بليز من وقت ما اجتني انا كثير حبيتها يعني دونا عن الباقي، فهي الرساله يمكن لاني انا هيك بحس سبحان الله فهي عم تصل. فالحمد لله يعني. الحمد لله. <applause> رنيم يعني اتمنى ان رسالتك بكل هذه القيم الاكثر من رائعه ان تصل <applause> للناس بالشكل الصحيح والمطلوب لان تستاهلين <applause> لان لا يكون الشخص الشخص ما يكون ما عنده مبدا في الحياه فهذا شيء جدا طبيعي <applause> وان تكون عندنا شخصيه نفسك تسعى ان تثبت فكره اساسيه بثقافه وفكر راقي بعيد كل البعد عن المتاجره او المكسب المالي فهي كل الدعم إن شاء الله لها حرق. وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله, الله رسالتك توصل بالطريقة الصحيحة والمطلوبة وانت توكلي على الله واحنا في ظهرك. الله يخليك. حبيبتي شكرا. حبيبتي رنيم يعني شكرا لوجودك معنا مصممه شجره الفونساي رنيم محمود عواد نورتينا. شكرا شكرا شكرا. شكرا شكرا حبيبتي شكرا والطاقه الايجابيه <applause> اللي نورتي فيها لسلو. شكرا حبيبتي <applause> الله يعافيك يا رب. شكرا, شكرا. 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 وصلنا لختام مشوارنا وصلنا لختام مشوارنا معكم لهذا اليوم بدايه اسبوع سعيده مليئه بالتفاؤل ختمناها معكم بايجابيه وسعاده كونوا دائما قادرين على حب انفسكم لتحصلوا على السعاده الحقيقيه. في هذه الحياة. زينب يعطيك ألف الله يعافيك بشاير. انتظرونا غدا مع مواضيع شيقة وضيوف مميزين، كم ليومكم هذه الطاقة الإيجابية، الأمل والابتسامة في أمان الله.